الخير أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في كل مكان في حلقة جديدة من رأي عام. حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوى معيشة المواطن، دي خمس أهداف كبرى أسفلها عشرات العناوين الفرعية أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة أمام مجلس النواب نهاردة الظهر تحديدا. ده طبعا في انتظار ثقة البرلمان وبالتالي ثقة الشعب في الحكومة الجديدة اللي تشكلت من أسبوعين تقريبا. أهداف واضحة بتترجم تكليفات محددة للقيادة السياسية. يا ترى إيه هي الآليات اللي هيتم من خلالها تنفيذ هذه الأهداف؟ وإمتى هتنتهي الحكومة من تنفيذ الأهداف دي على أرض الواقع علشان تحاول توصل لثمار هذه الأهداف؟ كمان أكيد هيكون في ثمار في حقل، في المصنع، في البيت، في الشارع. بتبلغ قد إيه تكلفة تنفيذ هذا البرنامج اللي أعلن عنه رئيس الوزراء؟ تساؤلات عديدة حول بيان الحكومة هنحاول إجابة عنها إن شاء الله في فقرة الأخبار، كمان هنتناولها بالتفصيل في بالمناقشة والتحليل في فقرة خاصة بعد فقرة الأخبار، هتكون فقرتنا الحوارية الأولى. أما فقرتنا الأخيرة فهنحتفل فيها بثلاثة من خريجي أول دفعة من خريجي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. يا ترى إيه اللي تعلموه في هذا الصرح العلمي الكبير؟ وإزاي هيقدروا يشتغلوا على تحقيق حلم مؤسس المدينة الراحل الدكتور أحمد زويل رحمه الله بأن تتسلح مصر بالعلم والتكنولوجيا؟ إيه هي خططهم عشان يقدروا يطبقوا اللي تعلموه على أرض الواقع؟ أما دلوقتي فهنبتدي الحلقة بعد شوية أكيد بأبرز أحداث النهاردة، خليكم معانا. أرحب بحضراتكم مرة تانية. القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت النهاردة البيان رقم 25 من العملية الشاملة سيناء 2018. البيان كشف عن استهداف وتدمير عربات ومخزن للاحتياجات الإدارية للعناصر الإرهابية في سيناء، وكمان القضاء على 3 تكفيريين والقبض على 59 من المشتبه بهم. خلونا نشوف أبرز النقط المهمة في البيان رقم 25 للقوات المسلحة. للمزيد من التفاصيل عشان نعرف تحليل البيان 25 القوات المسلحة وأهم النجاحات اللي كل يوم بتحققها القوات المسلحة البطلة، معانا سيادة اللواء هشام الحلبي سفير الخبير العسكري. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا وسهلا. سيادة لواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، عايزين من حضرتك تعليق طبعا على البيان رقم 25. القوات المسلحة كل يوم بتحقق نجاحات، بنجمع النجاحات دي في بيان كل فترة، إيه تعليق حضرتك على هذه الأرقام وماذا تعني على أرض الواقع؟ والحقيقة الأرقام اللي تضمنها البيان بتوضح أن في تدمير واضح جدا ودقيق
لجزء من امكانيات الارهابيين، يعني 285 ملجأ ووكر ومخزن، في 10 دانت هاون، على فكره ده تسليح جيوش الهاون عموما. 200 كيلو جرام من ماده التي ان تي، تي ان تي خساره تراي نترو تلوين، ودي ماده شديده الانفجار، ممكن تعمل بيها احزمه نسفة، ممكن يتعمل بيها عربيات مفخخه ودوائر نسف. برضو في عدد كبير من العبوات النسفة المزروعة بشكل عشوائي. النقطة اللي في البيان المهمة انه اتظبط ورشة ومخزن لتدريع العربيات الملاكي. حضرتك عارفة العربية الملاكي بيدرعوها بشرائح صلب في البيبان والسقف، تدي نوع من الحماية اكتر للارهابيين اثناء التنفيذ، عشان لما يتضرب عليه عيار صغير ما يتأثرش وخلافه، يبقى في نوع من الحماية. يعني كل دي امكانيات، وكل دي يعني برضه انا عايز نترجمها لاموال. النقطة الواضحة في البيان ومهمة جدا، السيطرة العالية على الحدود الاربعة اتجاهات الاستراتيجية. والحقيقة الحدود مش داخل منها بس ذخيرة وسلاح، لكن داخل كم كبير جدا من المخدرات. دي نقطة مهمة سيادة اللواء، لازم برضو نتوقف عندها. يعني ايه ضبط هذه الكميات من المخدرات، الهروين وغيره؟ خليني اقول كام نقطة كده، ويمكن حضرتك واستاذ المشاهدين هتوصلوا للرأي النهائي بدل ما اقوله في الاول. يعني تمام. لما نلاقي مثلا في البيان ده نص طن هروين خام، الهروين الخام بيتخلط بمواد اخرى بيدي اضعاف اضعاف الكميه دي، وايضا مخدرات برضو حشيش، وايضا 3 مليون قرص مخدر. المخدرات اللي داخله مش بتخش باستمرار من اتجاه واحد، يعني المره دي مثلا جزء من الجنوب وجزء من الغرب، قبل كده كانت ظبط من الساحل ومن الغرب، بيحاولوا يموهوا يعني ويتلاعبوا. طن و300 كيلو جرام هيروين خام، ده برضو من فتره مش كبيره. فلا هتلاقي المخدرات الكميات كبيرة متعددة الأنواع بكميات كبيرة جدا، ملايين الأقراص، أيضا إصرار عالي من كل الاتجاهات. البيانات دي كلها في مجموعها تقول إن دي أكبر من إمكانيات تجار المخدرات، وإن هي الموضوع بترعاه برضو أجهزة مخابرات، لأن في تقدير إن أي حد بيتاجر في المخدرات بهذا الشكل مش هيبقى عنده إصرار، وعارف كل مرة إن هو هيتمسك وحاجته هتتضرب، ودي فلوس. لكن هذا الإصرار من كل الاتجاهات، يعني دي نقطة الحقيقة علامة. أنا هنا بنتكلم عن أجندة مدروسة وعارفين بيعملوا إيه، ومش عن عناصر، مجرد مجموعة من العناصر الإرهابية فقط. يعني حضرتك الحقيقة ما شاء الله وصلت لي النتيجة إن هي في استهداف لصحة المصريين. والمخدرات دي لما بتخش بتدي تتباع، لا قدر الله لو كان الكلام ده حصل، ايضا بتترجم لفلوس، الفلوس دي بتستخدم في عمليات ارهابيه. احنا برضو عدد المتسللين اللي تم ضبطه، متسلل ده جاي من بره. فطبعا هي مزيج الموضوع من الارهاب زائد المخدرات زائد المتسللين زائد تجاره السلاح الغير مشروعه، يعني عدد السلاح اللي دخل يعني برضو في دبان واحد 220 بندقيه. وثلاثة بندقية قناصة، دي مشكلة كبيرة، بندقية القناصة طبعا، لأنها كمان ممكن بتتحط في شكل وفي شنطة، وممكن يتعمل بيها مشاكل كبيرة إضافة للذخيرة بتاعتهم. أنا قصدي ده مزيج عالي جدا من الإرهاب والتسلل والمخدرات والذخيرة والسلاح، مزيج محترف الحقيقة. والحمد لله إن الكلام ده السيطرة عالية جدا على الحدود، وقدرت العملية سنة 2018 إنها تعزل الإرهاب الموجود في مصر عن الإرهاب الموجود خارج مصر في الإقليم. عظيم جدا. العملية عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 انطلقت من شهور. النهاردة سيادة اللواء نقدر نتكلم ان احنا قدرنا نحقق انجاز، نسبة محترمة يعني من الانجاز بعد هذه الشهور، خاصة بعد الارقام اللي بنسمعها على التوالي وهذه الضبطيات الكبيرة. طبعا احنا في تقدم عالي جدا في اتجاه الهدف الاستراتيجي النهائي، هو تطهير مصر من الارهاب. لكن ساعات في سؤال بيتسال، طب يعني امتى التوقيت النهائي؟ انا شايف ان احنا بنقرب من الهدف النهائي، لكن الخطوات اللي ماشيين بيها خطوات ثابته مراعية البعد القانوني. يعني انا ممكن اسرع الخطوات لكن البعد القانوني مش هيتراعى. يعني في عدد من الارهابيين اتقبض عليهم واشتبه فيهم، كان ممكن يتقتلوا، لكن التحسب والحذر ومراعاه البعد القانوني بيخلي العمليه الحقيقه ماشيه بخطوات ثابته، وده مهم جدا، لان في دول الحقيقه يمكن هدت احياء وهي بتحارب الارهاب.
هو أكيد في الحالات اللي زي دي مش مهم السرعة قد ما مهم تحقيق الهدف بشكل صحيح، وده يمكن اللي ملموس المواطن لمسه، كلنا حاسين بأنه في تحسن كبير وعدم استهداف أبرياء، هي دي طبعًا النقطة. طبعا بشكرك سيادة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. في خبر آخر وتحت عنوان مصر تنطلق، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرض النهاردة برنامج الحكومة أمام مجلس النواب. الدكتور مدبولي قال في البيان أن الدولة ماشية بنهج المؤسسات واستكمال البناء على ما سبق، وأن اسم مصر تنطلق جاء للتعبير عن المرحلة المقبلة، خصوصا في نقل تأكيدات الحكومة أن الإجراءات الاقتصادية اللي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة هتؤتي بإذن الله ثمارها قريبا، وده بعد ما تم تنفيذ تقريبا 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن. خلينا نشوف جزء وجانب من إلقاء البيان أمام البرلمان. إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة بإذن الله، حيث أنه قد تم تنفيذ أكثر من 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوجه من هنا رسالة حقيقية وصادقة إلى المواطن المصري، لقد صبرت كثيرا وتحملت كثيرا، وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله. كلام الدكتور مصطفى مدبولي عن الملف الاقتصادي في برنامج الحكومة النهاردة بيتزامن مع أخبار كويسة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي أكدوا دعمهم لجهود مصر علشان تبقى مركز تجارة إقليمي للغاز والنفط، وتأكيداتهم كمان على استمرار تحسن الوضع الاقتصادي، وإن خطة الحكومة بتسير على الطريق الصحيح وهو المطلوب طبعا بكل تأكيد في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ حلول 2023. معنا على التليفون الرئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب عمرو غلاب. رحب بحضرتك سيادة النائب. اهلا بتخير يا فندم. اهلا وسهلا. يعني بنتكلم عن تطور اقتصادي ملحوظ ومستمر، يعني كيف تنظر اقتصاديا لهذه التطورات يوم بعد يوم بنسمع اخبار كويسه؟ طبعا هي كل التطورات دي نتيجه عده تغيرات حصلت. التغيرات اللي حصلت بدات من التغيرات التشريعيه اللي احنا كمجلس نواب بدانا فيها من فتره، واعتقد بدايه من قانون الاستثمار وتعديل قانون الشركات وعروض سوق المال، كل ده بيؤدي الى الاصلاح الاقتصادي اللي احنا كلنا كمواطنين نرغب في الوصول ليه، لان احنا بقالنا فتره ما حصلش تعديل على التشريعات بقالها زمن، ولكن احنا لابد ان نواكب كل التطورات دي وكل ما يحدث في السوق العالمي بما يواكب الاقتصاد العالمي اللي احنا محتاجينه. اللي حصل ده حضرتك اصلاح جذري، يعني انت عملتي اصلاح جذري لكل حاجات كثيره جدا. انا شايف انه ده من الناحيه الاقتصاديه هو ماشيين في الطريق الصح. البرنامج النهارده بتاع الحكومه بيتكلم على محاور كلها اقتصادية كبيرة منها تحسين مستوى المعيشة وغيره، يا ترى ايه الآليات اللي لازم ننتهجها في الفترة الجاية ونبتدي نشتغل عليها عشان نحقق ده، سواء كان بما يتعلق بمعيشة المواطن على أرض الواقع وكمان أن نواكب الاقتصاد في نفس الوقت بالتزامن مع ما ننفذه محليا؟ أعتقد النهاردة في بيان الحكومة وفي المحاور اللي أشار إليها دولة رئيس الوزراء كلها بتؤدي الى صالح المواطن. احنا ان شاء الله في الفتره اللي هي العشر ايام اللي هي اللي جايه بندرس هذه المحاور، بنحط توصياتنا، بنقدر نقول ان دي هنحدد في التواريخ دي هتقدر البرلمان يراقب تنفيذها مع الحكومه في الفتره اللي جايه، وتنفيذ هذه الاصلاحات او هذه او تنفيذ البرنامج. لو كان في تحديات قدامنا عشان نحقق ده في الآليات اللي بنتكلم عنها، هل هو تحدي مادي مالي يعني بالدرجة الأساس ولا في التنفيذ ولا في إيه؟ والله بص حضرتك، هو أنت عندك تحديات كبيرة كتيرة. أنت عندك تحديات اقتصادية كانت في حاجات عشان تقدري تنفذي ده كنت لازم
تعدلي التشريعات علشان تقدري تحسني ويقدري يخش لك دخل، فتقدري تبقى عندك موارد ماليه تقدري تنفذي بيها هذه البرامج. الحاجه الثانيه عندك خطه الاصلاح الاداري، وانت لابد ان انت تصلحي التصليح الاداري، ما انت مش معقوله هتعملي كل هذه الاصلاحات وما عندكيش اصلاح اداري. فكلها زي ما يقولوا ايه متتاليه، كلها ماشيه مع بعض، توالية كلها ماشيه مع بعض. دكتور مصطفى مدبول، الحقيقه رئيس الوزراء النهارده قال كلام مهم جدا يتعلق بالبرنامج الحكومي، منها ان مش هيكون في فقير في مصر، وده كلام اكيد مهم. هل البرنامج اللي قدمه اقتصاديا فعلا يعني بيسير بهذا الاتجاه في محاور كتير تمهد لان ما يكونش في فقير في مصر عمليا؟ القراءه الاوليه بتقول كده، القراءه الاوليه للبرنامج بتقول كده، ولكن انا شايف انه في اعتقد بمناقشتنا مع في اللجان المتخصصه واللجنه المعنيه واللجنه اللي هي برئاسه السيد وكيل المجلس هتقدر توصل لتوصيات هنقولها في البرنامج هتبان اكتر في الفتره اللي جايه علشان نقدر نقول ايه هي يا ترى ايه المطلوب من البرلمان انه يساعد كمان في ده؟ اكيد البرلمان له عليه دور كبير. الدور الاهم وهو الدور الرقابي، يعني انت حضرتك بتتابعي مع الحكومه والمتابعه مش معناها ان انا بنتقد وما بحطش حلول، انا بنتقد وبحط حلول وبوصل لحلول مع الحكومه. ما اقدرش انتقد ومن غير حل، ما ينفعش. صحيح. بشكرك جزيلا. البرلمان بما فيه من كوادر وكفاءات يقدر يوصل لده. ده اللي نتمنى. الحاجه اللي كنت بس عايزه انوه عنها ومهمه قوي في المحاور اللي قالها دوله الرئيس وهو البناء الانساني، وده اللي كان اكد عليه سياده الرئيس في اخر في خطابه المجلس، وهو بناء الانسان، وده اعتقد انه محور مهم جدا. يعني انا شايفه ان ده محور مهم. المحور ده بيصب في صالح مجالات كتير وامور كتير وبيعني كتير، يعني بيترتب عليه كتير. بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الفقرة والحديث أكتر عن الخطاب والبرنامج الحكومي اللي ألقاه النهاردة أمام البرلمان الظهر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. بشكرك سيادة نائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. المحور الثاني في برنامج الحكومة كان حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، واللي من ضمن بنوده حماية الأمن المائي المصري، ومن خلاله أكد رئيس الوزراء أن برنامج حكومة هيتضمن إن شاء الله التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا فيما يخص طبعا سد النهضة، وخصوصا كمان مسألة قواعد ملء الخزان ومداء الزمني، وده دايما كان بيحصل عليه اختلاف. وأعلن كمان عن تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتفعيل العمل بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. كلام رئيس مجلس الوزراء عن سد النهضة بيتزامن تحديدا مع اجتماعات ثلاثية بدأت النهاردة في القاهرة لمناقشة تدشين صندوق تمويل المشروعات التنموية بين الدول الثلاثة اللي ذكرناها زي ما أعلن رئيس الوزراء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر. طيب معنا على التليفون سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية السابق، برحب بحضرتك معالي السفير. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب احنا بنتكلم طبعا عن الامن القومي والامن المائي، واكيد ده محور حساس لانه بيتعلق بدوله باكملها. تعليق حضرتك عن اللي ذكر خاصه فيما يتعلق ببرنامج الحكومه وما يقدمه لهذا المحور. هو بكل تأكيد يعني أحد ركائز الأمن القومي المصري هو الأمن المائي طبعا. وتبني الحكومة هذه الرؤية الواعية المتفقة مع ما تم إنجازه في الحكومة السابقة بتعكس يعني الرؤية التي سنتطلع إليها مبنية على التعاون والبناء المشترك لقدرات الدول الثلاث شركاء حوض النيل الأزرق مصر والسودان وإثيوبيا. وبالتالي استضافة القاهرة اليوم للاجتماع الثلاثي للخبراء الذي سيبحث إنشاء صندوق تمويل البنية التحتية هو أحد جوانب مخرجات أديس أبابا التي تم التوافق فيها على عدة محاور بتشمل إنشاء هذا الصندوق اللي دعا لتأسيسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بيحول حوض النيل الشرقي لواحة للتعاون ومجال للمشروعات المشتركة من ربط كهربائي وسككي وبري. المشروع الذي يعني حلمنا به وأسميته ممر التنمية الشرقي يتحقق من خلال عمل هذه اللجنة. وعد الحكومة في بيانها اليوم بأن ملف المياه وقواعد ملء الخزان
ستتم وفقا لرؤية مشتركة بين البلدان الثلاث والتوقيع على اتفاق مع إثيوبيا والسودان، أمر يطمئن الرأي العام ويسد يعني أحد النقاط الرئيسية في منظومة الأمن القومي المصري، كي تتكفل مصر بباقي التهديدات الخارجية على رأسها تهديد الإرهاب في ظل علاقة طيبة بشركائنا في حوض النيل، وننطلق بإذن الله لباقي بنود وتحديات المرحلة القادمة. ونرى أن هذا البيان جاء يعني كافئا وجاء شاملا القضايا الأهم بالنسبة للمواطن وعلى رأسها بناء الإنسان وتبني برامج حماية اجتماعية والانطلاق إن شاء الله في المرحلة القادمة لجني ثمار البرنامج الاقتصادي الصعب والتحدي الهام الذي أنجزناه بفضل تمسك بالجبهة الداخلية. زي ما تفضلت حضرتك معالي السفير، فعلا يعني حتى باشمهندس شريف اسماعيل كان يعني اشتغل وانجز كتير في هذا الملف فيما يتعلق بالامن المائي مع اثيوبيا والسودان، وان شاء الله يكون فعلا برنامج دكتور مصطفى مدبولي مكمل لهذا الملف ومنجز لي بما يحقق لنا الامان والاطمئنان. بشكرك جزيل الشكر سعاده السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه السابق. وزير المالية الدكتور محمد معيط اجتمع النهاردة مع دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبحث تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل المنتظر تطبيقها في الفترة الجاية في محافظة بورسعيد. وزير المالية أكد التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، واتفق كمان مع الوزيرة وزيرة الصحة على وضع مهام واضحة ومحددة لجميع الجهات المشاركة في التنفيذ ووفق توقيتات زمنية لكل مهمة. كمان الإسراع في تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقديم تنفيذ المشروع بتضم وزراء الصحة المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتنمية المحلية. أما الوزيرة فقالت بدورها أن تقييم الوضع الحالي للمنظومة الصحية أظهر أن الموضوع بيحتاج لجهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة. كلام ده ومؤشرات تانية كمان وكلام الوزيرين اللي ذكرناه بيقول أن تنفيذ مش هيكون في وقت قريب، يعني لسه قدامنا شوية ومش هيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل دلوقتي بسبب عدم جاهزية المنظومة المميكنة وجدارية تشكيل لجان لتحديد المستحقين. هل ده فعلا الوضع ولا هيتم الالتزام بالمواعيد؟ ده اللي هنحاول نعرفه من دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. برحب بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك من التحيات. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني الحقيقه كلام مهم النهارده بنسمعه عن منظومه التامين الصحي والمفروض والمنتظر انها تبتدي باذن الله في بورسعيد، يعني شغل مكثف في اكثر من وزاره بتتعاون. هل الاستعدادات على ما يرام؟ هل احنا اصبحنا قريبين من التنفيذ ولا لسه قدامنا شويه؟ ان شاء الله يا فندم. يعني هو طبعا منذ ان تولت السيده الدكتوره هاله زايد وزير الصحه والسكان حقيبه الوزاره، وطبعا يعني ده بتكليفات رئاسيه وهو تطبيق منظومه التامين الصحي في بورسعيد كبايلوت او كمحافظه اولى هو على راس اولوياتها، وهي الحقيقه بدات بزياره تفقديه لمحافظه بورسعيد يمكن ثاني ايام يعني ادائها اليمين الدستوري او خلال ايام عيد الفطر المبارك، وكان لها بعض الملاحظات، مرت على المنشات الوحدات الصحيه اللي بيتم تجهيزها داخل المحافظه او المستشفيات سواء كان من حيث الانشاءات اللي بيعد او اللي بتنشا انشاء جديد او اللي بيتم تطويرها. الحقيقه كان لها بعض الملاحظات، كان اهمها على سبيل المثال المستشفى النصر لاورام كانت مخصصه لاورام الاطفال، تم تعميمها ان يكون فيها جميع جراحات الاطفال، والحقيقه كان في مشاركه من منظمات المجتمع المدني من السير مجدي يعقوب في هذا الشان، وان هو وعد بانشاء وحده متخصصه لجراحات الاطفال ممثله تماما لوحده الدكتور مجدي يعقوب في اسوان، وطبعا ده يعني زي مشاركه منه كمنظمه او كمجتمع مدني في النهوض بالمنظومه الصحيه في محافظه بورسعيد. كان لها ملاحظات عديده على الوحدات والمستشفيات، طبعا ما زال في اعمال انشاءات لم ننتهي منها بعد. في النقطة دي تحديدا دكتور خالد، يعني من كلام حضرتك استشفيت انه في فعلا تعاون كبير جدا في مساعدة من اكثر من جهات، حتى الجهات الخاصة متمثلة زي دكتور مجدي يعقوب وغيره، لكن ليه بنسمع ان في قدامنا شوية وعدم الجاهزية اللي حضرتك بتتكلم عنها، بالاخص ان احنا اول ما ابتدينا قلنا نبتدي بورسعيد وبعد كده هننتقل لبقية المحافظات؟ هل في معوقات معينة، في مشاكل معينة بتواجه حضراتكم؟
يعني هي بص يا فندم، هي مش معوقات، ولكن عشان ابدا منظومه التامين الصحي تعمل بشكل صحيح وتستوعب جميع مواطني المحافظه وتقدم خدمه طبيه بشكل لائق، لازم ابدا صح. فانا عشان ابدا صح، الوحدات والمستشفيات اللي موجوده داخل المحافظه لازم بيتم تجهيزها طبقا للمعايير والمواصفات العالميه، علشان لما تدخل هيئه الرقابه والجوده والاعتماد يتم اعتمادها لدخولها داخل المنظومه. هل صعب ان احنا نجهزها بالمواصفات العالميه دكتور خالد؟ عفوا يا فندم، صعب ان احنا نجهز المستشفيات انها تكون بالمعايير العالميه؟ لا لا طبعا، بس هو كان غير مطبق في السنوات السابقه. فالنهارده تطبيقه بياخد بعض الوقت، لكن انا احنا بنقول ان احنا مش هنبدا المنظومه الا لما تكون المحافظه جاهزه جاهزيه كامله، بحيث انها تبقى مثال يعني ينجح ليتم تطبيقه على باقي المحافظات. وعشان كده السيدة الوزيرة دكتورة هالة زايد يمكن شكلت زي فريق من منظمة الصحة العالمية، وذهبوا لبورسعيد الأسبوع الماضي لنقل الخبرات فيما يخص المنشآت الصحية اللي موجودة في بورسعيد، وده كان وفد بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم الشرق المتوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكتب القاهرة. والحقيقة راحوا وقفوا على جميع الأوضاع الإنشائية والتجهيزات الطبية تمهيدا لتطبيق القانون في محافظة بورسعيد، وبدأوا باجتماع مع السيد المحافظ، ثم يعني كملوا لجميع المستشفيات ومدى هل المستشفيات اللي تم الانتهاء منها أو الوحدات ماشية طبقا للمعايير والمواصفات الدولية أم لا، ورفعوا تقرير للسيدة الوزيرة. يمكن التقرير بيفيد بأن بعض الأعمال بتسير في مسارها الصحيح، لكن مازال قدامنا يعني بعض الوقت تقريبا. قد ايه يا دكتور يعني ما دام العمل فعلا بيسير على قدم وساق، الموضوع مش مهمل ولا متروك بشكل عظيم ده، يعني تقريبا بنتكلم في قد ايه ويبتدي يتنفذ ان شاء الله؟ شوف يا فندم، هي دي ده قرار بتاخده اللجنه المعنيه بين جميع الوزارات، وزاره الماليه مع وزاره الصحه مع وزاره التضامن الاجتماعي، الوزارات اللي شكلت بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. لكن احنا من جانبنا الخطوات عندنا بتسير بشكل سريع، والاجتماع اللي عقدته السيده الوزيره مع السيد وزير الماليه يمكن من حوالي اسبوع كان ايضا في بعض اللمسات تم وضعها لسرعه الانتهاء، واهمها كانت الاهتمام بمشروع الميكنه، لانه لن يبدا نظام تطبيق نظام التامين الصحي بدون الانتهاء من الميكنه، عشان اقدر يعني افعل سيستم او نظام موحد على مستوى الجمهوريه يسير على باقي المحافظات. اكيد الموضوع برضو مش سهل، واكيد حضراتكم شغالين عليه باحسن شكل ممكن، لكن هل هنلحق ان شاء الله على قبل نهايه العام ولا هيرحل السنه الجايه؟ ان شاء الله نلحق يا فندم باذن الله. يعني رب. احنا يعني هو الوضع الحالي بيحتاج لجهود مكثفه، لكن ان شاء الله بنعمل على قدم وساق علشان نقدر نلحق نطبق المنظومه في الوقت المحدد باذن الله. بشكرك دكتور خالد مجاهد متحدث باسم وزارة الصحة والسكان على وجودك معنا في هذه الفقرة. أكيد حضراتكم فاكرين مشروع قانون التجارب السريرية اللي كان أثار جدل كبير الفترة اللي فاتت، طبعا وسط اعتراضات من بعض عمداء كليات الطب والباحثين على مشروع القانون المقدم من الحكومة ووزير الصحة السابق. لكن القانون وافق عليه البرلمان بشكل نهائي خلاص في مايو الماضي. الجديد النهاردة أن لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب اجتمعت مع دكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى والجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وكمان الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، لمناقشة التشريعات اللي أصدرها البرلمان بشأن البحث العلمي وعلى رأسها التجارب السريرية. النائب عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم قال إن تقديم مشروع قانون من النواب اللجنة لتعديل قانون التجارب السريرية هو أمر وارد ومطروح، خصوصا وإن اللجنة كان عندها تحفظات كتير عالية. هل ده يعني ان فعلا القانون ده هيتم اعادته واعاده فتحه بشكل عملي وهيتم تعديله زي ما كان كتير من الاطباء المعترضين عليه عايزين ولا لا؟ هنعرف التفاصيل دي من الدكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي الاسبق. برحب بيكي دكتوره ناديه، مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. طب دكتوره ناديه، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني تفسير حضرتك لهذه الخطوه، ايه الجديد اللي هيتم فيها؟ هل نتوقع انه هيحصل جديد فعلا ولا مجرد كلام عادي؟ هو مبدئيا انا عايزه اطمن الناس ان هذا القانون لحمايه المواطن المصري مش ضد المواطن المصري. تمام. علشان ما حدش يفكر انه اخترع علاج ما
ويبتدي يعالج الناس بيه. في خطوات مهمة جدا لازم تتاخد قبل ما الدواء يقرر انه يتعالج بيه الناس. قبل ما ننتقل للحديث عن الخطوات دكتورة، يا ريت لو حضرتك تفسري اكتر يعني ازاي نطمن المواطن ان هو ده فعلا هيكون لصالحه مش لصالح يعني مش عكس كده، لان ممكن البعض يكون قلقان او سمع اخبار قبل كده قلقان بهذا الخصوص. اكيد اهم حاجه ان المواطن المصري يعرف ان ما فيش اي دواء هيتجرب عليه غير لما هيكون مصر هي بلد المنشا، ومش عايزه اقول كلمه يتجرب دي بتخوف الناس. تمام. مفيش اي دواء هيطلع يتجرب او حد ياخده او ينخش في مرحله التجارب السريريه قبل ما يكون مر بدراسه كبيره جدا على حيوانات التجارب، وما اقدرش انقل من حيوان التجارب الى العلاج قبل ما امر على التجارب السريريه. لما هطمن 100% انه امن على حيوان التجارب وانه ليس له ضرر وانه له فايده في علاج مرض ما، هبتدي بعد كده اروح التجارب السريريه، نظرا لان في فيسيولوجي مختلف ما بين الانسان وحيوانات التجارب. تمام. بنبتدي بأربع مراحل. المرحلة الأولى بيبقى على عدد صغير جدا من الأصحاء المتبرعين لتأكيد أمان هذا العلاج. تمام. إذا نجحت المرحلة دي بنروح المرحلة اللي بعدها اللي هي بتحدد الدوز والطريقة اللي هيتاخد بيها العلاج، وبتكون على مرضى برضو العدد مش كبير. نجحت هذه المرحلة بنزود العدد والمرضى وبنشوف هل ده أحسن من العلاج الموجود في السوق ولا مش أفضل. وبعد كده لو إحنا عندنا حاجة زي الـ FDA اللي موجودة في أمريكا، دي بتقر إن هذا العلاج آمن إن المريض يتعالج بيه. المرحلة الرابعة بتكون لدراسة ما بعد تقنين هذا العلاج، لأن زيادة مدة العلاج ممكن يظهر عنها بعض الأعراض الجانبية اللي ما كانتش ظاهرة قبل كده. مع كل مرحلة لازم بيكون في دراسة وافية. يبقى عدة مراحل وكلها لسه في كمان وكلها مطمئنة جدا الحقيقة لأي مواطن. تفضل حضرتك. نمرة 2، ما فيش دواء يتجرب في بلد غير لما تكون هي بلد المنشأ. بمعنى مصر ما ينفعش تخترع دواء وأمريكا تجربه عندها في المرحلة الأولى، والعكس صحيح، ما فيش دواء يخترع في أمريكا ويتجرب على المصريين في المرحلة الأولى، ده ممنوع تماما. كل دي regulations بالمناسبة ماشيين عليها. لكن كدولة متحضرة وكمعظم دول العالم المتحضرة والمتقدمة وبعض الدول العربية زي الأردن والسعودية عندهم قانون تجارب إكلينيكية. إيه فايدة هذا القانون طالما إحنا ماشيين على الخطوات المضبوطة؟ فايدة هذا القانون أن يكون في ثواب وعقاب. تمام. لأن بدون قانون لا يمكن تعاقبي واحد. أكيد. ففايدة هذا القانون ده تقنين اللي أنا قلته لحضرتك، مين اللي من حقه يعمل تجارب ومين اللي مش من حقه، اللي من حقه اللي يكون القانون بتاع إنشاؤه بيسمح له بالبحث العلمي. تمام. اللي مش من حقهم من ليس له حق عمل البحث العلمي. طيب أفهم كلام حضرتك دكتورة نادية أنه حضرتك كل اللي ذكرتيه هي مميزات بتدعم القانون وأنه يعني بتقوي طبعا وجوده، لكن حضراتكم تقريبا تحديدا حضرتك قدمتي من كم سنة برضو بحث أو مشروع بخصوص هذا الموضوع، يمكن تقريبا 2004 مش فاكرين بالضبط. لا، هو في 2005 كان وزير الصحة قدم وبرضو الموضوع نام، وبعدين في 2012 أنا كونت لجنة برضو لدراسة موضوع قانون الكلينيكال ترايلز أو التجارب الإكلينيكية. أي. برضو برجع أقول لحماية المريض المصري ولصناعة الدواء المصري. هل بالشكل ده مفيش أي ملاحظات على القانون ولا في برضو ملاحظات؟ طبعا لما القانون بيناقش من الناس أكيد كل واحد ليه ملاحظات، يهمنا جدا كمان نعرف ملاحظات القمم اللي زي دكتور جونيم وسير مجدي يعقوب ودكتوره عكاشة، يهمنا نعرف ملاحظاتهم. هل بتفرغوا يعني من مضمونه هذه الملاحظات لما حضراتكم تناقشوها او تتكلموا فيها، ولا بتكون بالعكس داعم انه لتعديل القانون بشكل افضل وبالتالي اعتماد؟ لو في نقطه محتاجه
المناقشة والتعديل أكيد هيكون في تعديل. لو في نقطة مش واضحة لازم يكون في توضيح، لو في نقطة مخالفة للقواعد والأخلاقيات مش هناخد بيها. يعني على حسب التعليق هيكون شكله إيه الحقيقة. أنا مش عارفة كان إيه التعليق بتاع سيادتهم، لكن يهمني جدا إن أعرفه. يعني بالتأكيد حضراتكم هتدرسوا الموضوع ده بشكل مكثف وتتوصلوا إلى نتيجة هي الأفضل بإذن الله، هذا ما نتمناه ونتوقعه إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق. النهاردة انطلقت في القاهرة فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018. المؤتمر ده هو الأول من نوعه في مصر لتحديث الأداء الحكومي في خطوة أولى لتنفيذ مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي الموقعة بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات خلال القمة العالمية للحكومات واللي عقدت في دبي في فبراير تحديدا الماضي. خلونا نشوف جانب من هذا المؤتمر. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، أطلق اليوم مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018، حيث تناول المؤتمر عدداً من التجارب الحكومية الناجحة المختلفة، كما عرضت وزارة التخطيط رحلة التميز في القطاع الحكومي. كما تضمن المؤتمر عرض التجارب المتميزة في المدن الذكية من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. احنا النهاردة الحقيقة بنشهد احد الفعاليات الهامة بعد توقيع مذكرة التفاهم في اطار شراكة استراتيجية بيننا وبين دولة الامارات العربية المتحدة. هذه الاتفاقية تمت في القمة العالمية للحكومات في فبراير من هذا العام. بعدها الحقيقة على طول حصل تفاعل سريع جدا بزيارات متتالية لوضع هذه الاتفاقية في حيز النفاذ، فحصل مجموعة من الزيارات لوضع الخطة التنفيذية الخاصة بهذه الشراكة لتطوير مجال العمل الحكومي، وأيضا تم إفاد مجموعة من الشباب من الوزارة إلى دولة الإمارات للتعرف على برامج الخاصة بالتميز في مجال الحكومة. أما الجانب الإماراتي فقد استعرض أهم التجارب المرتبطة بالتميز الحكومي في دولة الإمارات، كما تم عرض تجربة مدينة دبي في التميز وآليات الابتكار في التقنيات الحديثة لتحقيق التميز ومناقشة كيفية تبني منظومة التميز في العمل الحكومي. اليوم نتعاون نحن مع بعض لخلق واقع ومستقبل أفضل للمنطقة. موضوع الإدارة الحكومية من المواضيع الأساسية جدا على مستوى المنطقة العربية. اليوم المنطقة العربية هناك صراعات في المنطقة، النموذج الإماراتي المصري هو نموذج لبناء المنطقة وإنسان المنطقة. الجميل أن هذا النموذج يبدأ بهذا المؤتمر، مؤتمر مصر للتميز الحكومي. تكمن أهمية مؤتمر مصر للتميز الحكومي في تبادل الخبرات ونقل المعرفة، فضلاً عن التعرف على أفضل التجارب الحكومية بين مصر والإمارات وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. خلونا نروح دلوقتي لقطاع غزة. حالة معاناة شديدة بيواجهها أهالي القطاع بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر لمدة بتوصل تقريبا لعشرين ساعة في اليوم، خلت طبعا محطات معالجة المية مش شغالة بالشكل المطلوب. ده خلى المواطنين يفكروا كده ازاي يكون عندهم مكان للاستجمام بعيد عن البحر اللي للأسف أصبح ملوث، وعشان كده عملوا مدينة ترفيهية. المدينة دي بتشتغل بالأمواج الصناعية لأول مرة في مدينة بتطل على البحر. خلونا نشوف. في عز الضلمة دايما في نقطة مضيئة، ودايما في عز المعاناة والشدة بتظهر الابتكارات والإرادة الحقيقية لخلق أفكار جديدة بتسعدنا دايما. وصلنا كده لفقرتنا الأخيرة، لنهاية فقرتنا الأولى الفقرة الإخبارية. هنستمر معاكم في فقرتنا الحوارية الأولى، فيها هنناقش وهنتكلم عن برنامج الحكومة اللي عرضه دكتور مصطفى مدبولي النهاردة رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب. إيه هي الآليات اللي هيتم من خلالها تنفيذ الأهداف اللي وردت في البرنامج، وإمتى تحديدا هتنتهي الحكومة من تحويل هذه الآليات إلى واقع ملموس تصل ثماره إلى المواطن في الحقل، في المصنع، في البيت، في الشارع؟
ويا ترى قد ايه بتبلغ تكلفه تنفيذ كل ما ذكر في هذا البرنامج؟ ده اللي هنعرفه بعد شويه مع ضيوفنا، خليكم معنا. أهلا بكم مرة تانية في رأي عام. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرض النهاردة الظهر برنامج الحكومة أمام مجلس النواب للحصول طبعا على ثقة البرلمان عليه. ده وفقا للدستور، فلازم مجلس النواب يشكل لجنة لدراسة بيان الحكومة بشكل وافي ويطرحه للتصويت. ده اللي عمله فعلا دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعلن النهاردة تشكيل اللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة. تفاصيل كتير هيتضمنها أو تضمنها فعلا بيان الحكومة، بتندرج تحت 5 أهداف رئيسية بالمقارنة ب7 أهداف كانت في برنامج حكومة باشمهندس شريف إسماعيل. كل هدف بيتضمن كتير من المحاور الفرعية وكتير من البيانات والأرقام المفصلة والدقيقة اللي هنحاول بإذن الله قراءتها بشيء من التحليل والتفصيل مع ضيوفي اللي برحب بيهم أكيد منوريني في الاستوديو. برحب بسيادة العميد أشرف جمال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. كمان بمسي على الأستاذ عبد اللطيف وهبة الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، برحب بك. أهلا بحضرتك. أكيد هنناقش الموضوع زي ما قلنا باستفاضة أكتر، لكن بعد ما نفتكر جزء من ما جاء في البيان اللي قرأه رئيس مجلس الوزراء النهاردة أمام مجلس النواب. أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة الذي يلتزم بثوابت ارتضيناها جميعا، وهي رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة. الاستحقاقات الدستورية التي تخصص نسباً محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمي والصحة. تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة. البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه. المطالب الجماهيرية ذات الأولوية. إن هذا البرنامج قائم على أن الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، وستنفذ هذه الحكومة هذا البرنامج تحت شعار مصر تنطلق. يضم برنامج الحكومة العديد من المحاور الرئيسية، وهي تتفق مع تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة الواردة في خطاب التكليف ومحاورها المختلفة. المحور الأول حماية الأمن القومي المصري، ويشمل هذا المحور تحقيق أمن المواطن المصري بما يتطلبه من تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل، وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية، ومكافحة الإرهاب، والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في إطار القانون، وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز، وتحفيزه على أداء واجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة العامة، واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقا للاستحقاقات الدستورية. ويضم محور حماية الأمن القومي أيضا محاور مهمة، وأهمها تحقيق الأمن المائي والحفاظ على حقوق مصر المائية، وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، هذا فضلا عن الأمن الغذائي، وتوفير مخزون كافي من السلع الاستراتيجية في المدى القصير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المدى المتوسط. وهناك أيضا أمن الطاقة، ويشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية وبسعر منافس، وتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية. المحور الثاني تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتؤكد الحكومة أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملموسة وتحسنا كبيرا بشكل عام في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية، في مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعي
وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات. رسالتنا واضحة، وهي أننا لن نترك شخصاً فقيراً يتكفف الناس. الحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعاً تحت خط الفقر. إذن مصر تنطلق شعار موزون ومبشر وأكيد مدروس من قبل دكتور مصطفى مدبولي ليكون شعار المرحلة القادمة وعنوان وشعار لبرنامج الحكومة الجديدة إن شاء الله. وزي ما قلنا لما بنتكلم عن برنامج الحكومة فإحنا بنتكلم عن مرحلة من عمر مصر ومن تاريخ مصر، من حياة المواطن المصري، مرحلة تقيلة بتتعلق بمجالات كتيرة، بتتعلق بالتعليم، بالصحة، بالاستثمار، بالسياحة، بكل حاجة، بالتجارة. يعني مرحلة مهمة جدا، ده أساس المرحلة. برنامج حكومة يعني أساس بيؤسس لمرحلة قادمة من عمر مصر، عشان كده لازم طبعا نتناول هذا الموضوع ونديله حقه بتفاصيل وافية، وما اكتفيناش بس أنه يكون موجود معنا في فقرة الأخبار، لكن لازم نديله حقه بأنه يكون معنا فقرة حوارية نتكلم بالتفصيل عن برنامج الحكومة الجديد، وده اللي هنعمله حالا مع ضيوفنا بكل تأكيد. وابتدي بسيادة العميد، حضرتك طبعا عضو في لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أكيد هي لجنة مهمة جدا تتعلق بأمننا القومي، أمن مصر كله. عشان كده ابتدى بدكتور مصطفى مدبولي أهم محاور برنامجه وأهم نقاط برنامجه. حضرتك بتقرأ هذا البرنامج إزاي لما سمعته؟ خليني الأول أكرر الترحاب بحضرتك بالسادة المشاهدين وبزميلي في الحلقة الأستاذ عبد الرصيف. أهلا بحضرتك. خلينا نقول المرحلة الأولانية، الأول الأربع سنين اللي فاتوا إحنا كنا بنسميها مرحلة تثبيت دعائم الدولة، بنستعيد رسائخ الدولة المصرية تاني بمؤسساتها، ودي الحمد لله رب العالمين إنها تمت بنجاح، وقدرنا إن إحنا الفترة الماضية والدولة المصرية مجتمعة كلها بالشعب المصري قدر إنه يستعيد دولته مرة تانية ويثبت أرضها. طبعا بنقول نستعيد عشان تأثرنا كثيرا في المرحلة طبعًا اللي حكم فيها. طبعا لا، ده أنا مش المرحلة دي بس، يمكن هغوص شوية في أعماق التاريخ وأقول إن هذا البلد تعرض لخطة ممنهجة من أكتر من 30 سنة لسرقة دعائم الدولة مننا. إحنا فوجئنا لقينا الصحة اتسرقت مننا، صحيح. الزراعة اتسرقت مننا، بعد ما كنا بلد زراعية بقينا بنستورد علوم الزراعة ونستورد الشتلات، ما بقيناش نعرف حتى فاكهة الصيف من فاكهة الشتاء. التربية والتعليم اتسرقت مننا، أخلاقنا وقيمنا ومبادئنا برضو أستاذ الفاضل برضو إحنا تعرضنا لحركة غدر. فوجئنا كلنا كمصريين إن إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا بقينا في موقف حرج، وده كان كلام مخطط ليه، وكان شغل أجهزة وشغل دول. عشان كده كان لازم يبقى فيه وقفة حازمة، وعشان كده كان لازم نلجأ بسرعة لإجراءات اقتصادية تقوم بلدنا وتخلينا بلد لها سيادة ولها كرامة ولها استقلال في القرار السياسي. لأن إحنا حتى لما بنشوف مثلا في سوريا لما فشلت داعش في الشغل هناك، الدول اللي بتشغل داعش هي اللي ظهرت على السطح. يعني أصبح الكلام فوق الترابيزة دلوقتي، ما فيش حاجة بيت تحت الترابيزة. ومش عاوز أسمع حد من السادة المواطنين إخواننا يقول لي لا إحنا مش عاوزين نعمل فزاعة بقى ونقول المؤامرة ومش مؤامرة. مجرد حضرتك تقولي اللي ما فيش مؤامرة، دي أكبر مؤامرة على البلد. صح، لأن حال الدول العربية اللي بيرصد الحالة شايف ليبيا إلى الزوال، السودان اتقسمت، العراق ربنا أعلم بيها، سوريا ربنا يكتب بيها. هل كل ده مش مؤامرة؟ يعني أكيد لا. يعني ما خلينا، ده أنا بقول ده جزء من المؤامرة، إن إحنا نبس جوانا إحساس إن دي مش مؤامرة. لا يا سادة، دي مؤامرة، وكانت مؤامرة مقصود بيها تركيع المصري، إنما هذا البلد الكريم المحمي بفضل الله سبحانه وتعالى بيوجد له رجاله في كل توقيت عشان يوقف. وسبحان الله لما نقرأ التاريخ كده من زمان دايما مصر هي حائط الصد لكل المخططات اللي كانت بتصب على الوطن العربي. اللي حصل في 30/6 مش مجرد تصحيح مسار داخل مصر، ده كسر لمؤامرة ومخطط كبير كان يريد الإطاحة بالوطن العربي كله. فخلينا نقول المرحلة الجاية بقى مرحلة جني الثمار، لأن المواطن جاب آخره في الشارع. أعلم تماما إحنا متواجدين، وأنا يمكن منشأي ودائرتي محافظة فقيرة لسه ما فيش استثمار. الناس المنيا فندم لسه إحنا بنقول يا هادي رب، ربنا يكرمنا إن شاء الله يفتح لنا أفق الاستثمار هناك. خلينا نقول بإذن الله المرحلة اللي جاية مرحلة جني، فعلا جني ثمار. طيب إيه اللي يدينا الإحساس ده؟ هل إحنا طالعين نقول كلمتين عشان نصبر الناس شوية ولا ده واقع؟ لا ده واقع يا فندم. ليه بقى؟ لأن أنا النهاردة لما شفت السيد رئيس الوزراء هو بيتكلم، هو بيربط ما بين
برنامج قديم وبرنامج جديد. احنا في مصر دايما كنا بنعاني من حاجة اسمها الفقر الاستراتيجي. احنا ما عندناش استراتيجي واضح لبكرة وبعده. احنا عايشين بنعدي يومنا، تحصل أزمة نطلع نحاول نعالج الأزمة، وإحنا بنعالج الأزمة بنولي سلسلة من الأزمات الجانبية ما نعرفش نلمها. ده اللي كنا ماشيين بيه. إنما يبقى عندك استراتيجي واضح لكل محور من محاور الدولة، وعارف أنت 2022 هتبقى فين، 2030 هتبقى فين، لا دي ما كانتش موجود. خدت بال حضرتك؟ كنا دايما المسؤول بيجي بيقنعنا أنه هو أحسن مسؤول جه في هذا المكان. طب والنبي معايا استحملوا نقطة من أول السطر، هناخد المشوار ده. نركب كلنا مع العربية اللي هيسوقها ونفاجأ بعد فترة إنه ساب وغادر السيارة وجه قائد جديد في الوزارة وبيقول لا يا جماعة اللي كان قبلك غلط، معلش سامحونا، احنا نبدأ من أول جديد واحنا مش مستحملينك. إنما خالص التحية وتقدير الشعب المصري لأنه هو قدر يتحمل على مدى السبع ثمان سنوات الفائتة مجموعة من الزلازل والبراكين لو أي شعب تاني كان مش يكلم نفسه في الشارع. يعني احنا برضو خلينا نبقى واقعين، التاريخ المضغوط ده خلي بالحضرتك سهل ان احنا نقرا صفحات التاريخ، انما صعب ان احنا نعيش ونصنعه. تمام، انما احنا خدنا جرعه مكثفه من التاريخ، انما خلينا نقول اللي جاي باذن الله هيكون احسن لما نلاقي ان في ربط ما بين البرنامج القديم والبرنامج القديم، البرنامج انا اسف البرنامج الجديد والبرنامج القديم واستكمال لما بدا. يبقى انا كده بطمن ان التضحيه اللي انا ضحيتها زمان وزنقت على نفسي في المعيشه شويه ووفرت قرشين اقدر ان انا اسس بيهم ما ترموش في الارض. يبقى احنا كده ماشيين صح. لما الاقي رئيس وزاره بيقدم التحيه لرئيس الوزراء السابق واحنا برضو يمكن اشدنا بالمهندس شريف اسماعيل وسحق لانه تحمل ما لا يمكن ان يتحمله بشر لتوقيت كبير، رغم حتى صحته طبعا معانا كتير. وخلي يعني بالك خلينا نتفق على حاجه، انا وحضرتك واخويا الفاضل قدامنا مجموعه او قدر معين او مستوى معين من حجم المعلومات. متخذ القرار بيبقى عنده حجم اخر ومساحه اخرى بيرى منها. قد يكون قراره في هذا التوقيت غير مفسر ولكن قدام بنعرف انه كان صح. احنا اتهمنا ان احنا بعنا تيران وصنافير وفرطنا فيها. لا حبيبي، احنا لو ما كناش عملنا كده اللي اتهمتنا ان احنا بعنا تيران وصنافير ما كانش عندنا الحقل اللي احنا شغالين فيه حاليا دلوقتي، وكانت تركيا هتبقى واقفانا بالمرصاد عشان تقول ده بتاعنا الحقل ده مش بتاع مصر. كان لازم ان انا اظبط ورقي وارسم حدودي البحريه واروح للامم المتحده او لهو انا حدود البحريه، عشان لما يجي حد بكره وبعده يحاول يقرب مني يبقى انا موقفي دوليا، لان احنا برضو العالم بيشتغل بالمؤسسات مهما تكن المؤامرات والدسائس، انما في الاخر احنا في مؤسسات موجوده على مستوى العالم لازم احنا وداخلين في معاهدات واتفاقيات فلازم نلتزم بهذا الكلام. كسياسه كل حاجه ليها سبب، مش زي تفسير المواطن اللي هو ممكن يكون عاطفي مش بالسياسه وبالعقل المفهوم انا بعمل كده. ده المواطن كمان صعبان على السبب لانه هو بيتعرض لضغوط من اكتر من اتجاه، قنوات مغرضه بتحاول ان هي تلقط رؤوس مواضيع وتبني عليها قصص وحكايات، فيسبوك مفتوح بنستعمله بطريقه خاطئه وغرف مغلقه من الخارج بتدير الطريقه بطريقه منظمه جدا. ده مش شغل افراد ولا شغل جماعات، ده شغل اجهزه استخباراتيه قاعده بتخطط ازاي تفتت تجانس الشعب المصري مع بعضين. طيب نقط مهمة جدا، أكيد هنرجع لحضرتك سيادة العميد بالتفصيل، نقف قدام كل نقطة ونفصلها. لازم ناخد رأي طبعا أستاذ عبد اللطيف برضو في موضوع هذا الاندماج، أنه أنا بكمل، إيه الفرق يا ترى ما بين حكومة باشمهندس شريف إسماعيل والبرنامج الحكومي الجديد لدكتور مصطفى مدبولي، شايفه زي بما أن حضرتك مختص في هذا؟ شوفي، طالما أن الدكتور مصطفى مدبولي يقف في البرلمان ويقدم شكر إلى الحكومة السابقة فهذا يعني تقدير منه واعتراف، وأنه وهو أيضا كان عضوا في الحكومة، أن ما قدمه وما اتخذه أو اتخذته حكومة المهندس شريف إسماعيل من قرارات هو بيقوم باستكمال هذه المنظومة. لأن ليه؟ أولا المهندس شريف إسماعيل عندما جاء بعد المهندس إبراهيم محلب كان المهندس إبراهيم محلب بدأ الخطوات الأولى فيما يتعلق ببرنامج مصر للإصلاح المالي والاقتصادي. تتذكري حضرتك أن أول تحريك لأسعار الكهرباء منظم كان في عهد إبراهيم محلب، ثم أيضا كان أول خطوة فيما يتعلق بالمواد البترولية
البترولية، تحريك أسعار المواد البترولية أو إعادة النظر في دعم المواد البترولية كان أيضا في حكومة المهندس إبراهيم محلب. ليه بقى؟ لأنك أنت جيتي دخلتي على وضع اقتصادي صعب جدا، دخلنا من بعد ثورة 30 يونيو. أنا عايز أقول لك أن الفترة من 2011 لحد 30 يونيو إحنا اقتصاديا رجعنا ما يقارب مثلا 20 سنة. 20 سنة ليه؟ لأن كان عندك احتياطي مثلا 36 مليار دولار، أصبحت تستنزفي هذا الاحتياطي وبتاخدي منه علشان تنفخي على الشعب في وقت لم تكن فيه صناعة ولم يكن فيه تصدير ولم تكن فيه أي شيء على الإطلاق، أي نشاط اقتصادي مولد للدخل القومي أو حتى جاذب للاستثمار الأجنبي. لكن سريعا تلافينا ده بخطط، تلافينا ذلك في عهد المهندس شريف إسماعيل. جاء الدكتور مصطفى مدبولي قدم برنامج، أنا بعتقد أن برنامج الدكتور مصطفى مدبولي هو يعني إيه؟ برنامج ما بعد الإصلاح الاقتصادي، ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي. مرحلة كان اسمها. لماذا؟ لو حضرتك تتذكري حتى فيما قلته تلاقيه تطرق إلى قضايا، وأنا قبل ما هذكرها عايز أقول برضو أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هو يعني إيه؟ البرنامج الموازي الذي يخفف من تداعيات وآثار الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، رغم أن بقلنا في هذا البرنامج ما يتعلق بنسبة 15%. 15% هو أنجز 85%. إذن هذا البرنامج جاء لمرحلة ما بعد الإصلاح، ولذلك نجد أنه تحدث عن الفقراء لأول مرة. رئيس وزراء يتحدث ويقول أن الفقراء ليست المسؤولية هي فقرهم، المشكلة مش فقرهم ولكن هي مسؤولية الحكومة، لابد أن تستوعب هؤلاء الفقراء، لابد أن تقوم بتحسين أوضاعهم وهي مسؤولية الحكومة. ده كلام كويس جدا، وأنا بعتقد أن خلال الفترة القادمة لابد من خلق برامج جديدة فيما يتعلق بدعم الأسر اللي هي الفقيرة. عندنا برنامج تكافل وكرامة، بس أنا عايز لي بعض ملاحظة بسيطة جدا على هذا البرنامج. مثلا على سبيل المثال هو بيضم في عضويته 3.5 مليون أسرة، يعني بالأفراد كده عندنا حوالي 18 مليون فرد. بالالوكيشنز أو مخصصات الموازنة العامة لي حوالي 20 مليار جنيه. أنا بطلب من الحكومة أنه لابد من إعادة التقييم السنوي لهذا البرنامج، لأن هذا البرنامج اخترع للحد من تداعيات الإصلاح الاقتصادي. ده واحد. ما تيجي نطلب حاجة أحسن بعد إذن حضرتك، معلش هكمل بس المعلومة دي. يعني ارتبط بمواجهة تداعيات برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. ثانيا انه هذا المفروض ان المعاش ده ما هوش حق، بمعنى ايه؟ لانه هو بيديهولك يا اما لمرض او عجز عائل الاسره، او مثلا انه لا يستطيع ان يعمل، ده مفروغ منه. لكن عليك ان تراجعي بمعنى ايه؟ هل زال السبب الذي من أجله حصل هذا المواطن على المعاش؟ إذا كان مريض مثلا وشفي، إذا كان عاطل مثلا ورب أسرة والتحق بوظيفة، إذن لابد من إعادة تقييم كل فترة. ليه بقى؟ عشان تخرج الأسر اللي هي تحسنت. أعتقد المراجعة موجودة وبالتالي صحيح. لا، هم المراجعة ما بدأوهاش إلا بعد ما حصل بعض الخروقات وخروقات شديدة جدا. المهم تحصل بداية. لا، دلوقتي بدأوا فيها، ويمكن صحيح. البرلمان طلب بكده. ليه بقى؟ لأن طالما زال السبب خلاص بيخرج من هذا النطاق، بدخل أسرة جديدة. ده حاجة. ثانيا فيما يتعلق به، هو قال برضو بعض الملاحظات المهمة. يمكن أنا ليا ملاحظة سياسية إلى حد ما هو متوسع فيها. لأول مرة رئيس وزراء في برنامج يتحدث عن تقوية الأحزاب. دي لغة كويسة جدا، جديدة أصلاً. لغة جديدة.
عمر ما في رئيس وزراء كان يقدم برنامج حكومته أمام البرلمان يتحدث فيه عن الأحزاب إطلاقا، وكأن الأحزاب دي كانت يعني مثلا سبة معارضة مش عارف إيه، بس رغم أنه لم يتطرق إلى التوضيح قوي. ودي فايدة طبعا الدماء الجديدة لما بنضخ فكر جديد وشكل جديد. وأنا فعلا دي محتاجة دراسة كبيرة جدا من جانب الحكومة ومن جانب الأحزاب، ما هي الآليات التي يريد بها. والمهم دايما البداية، وكده شفنا البداية مدام تم الحديث عن الموضوع. بداية كويسة جدا. القضية الأهم بقى هو أنه بيدخل في موضوع إحنا برضو رغم إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي كنا بنأجل فيه نأجل فيه نأجل فيه. هو إيه؟ هو إعادة النظر في المستحقين للدعم. هل من المعقول، وأنا أنا هخليني منطقي وحضرتك كلنا منطقيين جدا، الشعب المصري من يعيش في الداخل 100 مليون مواطن، 77 مليون مواطن يحصلون على دعم سلعة تموينية، 88 تقريبا بيحصلوا على دعم العيش. هل العقل يقول إن مصر فيها 80% يستحقون الدعم؟ غير صحيح. إذن لابد من إعادة النظر في هذه، وده كويس، بحيث إن أنا برضو أدخل أسر جديدة أو أفراد أزود الدعم أو أوجهه. يبقى هنا لازم ناخد رأي كمان سيادة العمود، نقطة مهمة جدا بيتكلم فيها أستاذ عبد اللطيف، إعادة المراجعة والنظر في كثير من الأمور. ده اللي شفناه فعلا في مرحلة ما بعد تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، في إعادة مراجعة وإعادة نظر في قطاعات كتير جدا، مجالات كتير جدا، مش متعلقة بمجال واحد. قد إيه مهم ده، وهيفرق قد ايه مع بلدنا؟ احنا لازم طبعا نعمل فلتره لنفسنا كل فتره ونشوف المشوار اللي مشيناه كنا محققين قد ايه. خدت بال حضرتك عشان نقدر نكمل اللي جاي ونصحح المسارات. في خروقات زي ما قال الاستاذ عبد اللطيف حصلت فعلا، وفي فلتره بتتم تمام، انما خلينا نكبر بالزاويه شويه، ودي اللي كنت المداخله اللي انا عاوز اقولها لحضرتك. بدل ما احنا نزود او نضمن الاستمرار الدعم للاسر الفقيره، نفتح أماكن التشغيل وده اتكلم عنها في بند رئيس رفع قدرة التشغيل، وقال إن كل سنة هيوفر 900 ألف فرصة عمل في نهاية الأربع سنوات اللي هي من 18-19 ل 21-22، يبقى عمل 3,600,000 فرصة عمل. طيب هو بلدنا فقيرة؟ لا، بلدنا مش فقيرة. ممكن نشتغل وننتج؟ ممكن نشتغل وننتج. طب سيادة الرئيس لما خد هذا النهج الجريء اللي كان الرئيس الراحل أنور السادات حب ياخده في 77، فقامت شوية مظاهرات راح راجع وأن نخلي الحال زي ما هو. صحيح. سيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 30 سنة بيحاول أنه هو يعدل، فبيخوفوه فيروح راجع لورا ويقول لا بلاش البند ده، اوعى حد يتكلم عن رغيف العيش او الدعم، اوعى. النهارده لما اجي في هذا التوقيت، لان انا شفت كده على مستوى الساحه اللي قدامي والخريطه اللي قدامي ان انا بقيت مستهدف قوي، واللي كان بيديني زمان مش هيديني تاني، بل بالعكس ده خلاص ده هو اعلن عداؤه الصريح ليا. هنتظر ايه؟ طب يا شعب مصر، هل كل دوله قامت وقومت نفسها وبنت نفسها ما خضتش مرارة الجرعات الاقتصادية المرة اللي احنا خاضوا فيها ونجحوا ووقفوا وبقى لهم كيان وقرار سيادة مستقل؟ النهاردة نقرر حضرتك بقى، مادام بنتكلم في الجزئية دي، زمان كان بيتراجع الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية مرة واثنين وثلاثة لحسن كلمة واحدة تطلع تزعل أمريكا. النهاردة لما مصر بكل جرأة تقف قدام القرار الأمريكي فيما يخص القدس، وتاخد 13 دولة ورا ظهرها وتتبنى قرار ضد القرار الأمريكي، هل كنت تسمعي الكلام ده؟ لا. احنا جينا عمره ما سمع عن موقف زي كده. ليه عملناه؟ لان احنا قدرنا نقف على رجلينا. الكرامة ليها تمن. ربنا اكرمنا بالرئيس الجريء في خطوات كتير جدا في الوقت المناسب اللي كانت مصر فعلا محتاجة انه لازم ناخد. بس هو عمل معنا عقد قبل ما ياخد القرار ده والخطوات دي، تعاقد مع الشعب المصري، قال انا هتوكل على الله، انتوا معايا قلنا معاك، تمام، هنستحمل. عدينا 85%، خلاص مفيش اسوأ من اللي احنا عشنا فيه في الفتره، بل بالعكس اللي جاي هيبقى باذن الله احسن. بس حابب اطرح حاجه صغيره كده. هو في مشاكل عندنا؟ في مشاكل عندنا، في سلوكيات عاوزه تتغير عندنا؟ في سلوكيات عاوزه تتغير عندنا. هنرجع نتكلم عن السلوكيات اللي لازم نغيرها عشان نقدر نتقدم ونوصل للأهداف. ممكن أسمع من حضرتك هتقولي لي أنا ضد تحميل أعباء أو أن أنا حمل الشعب مسؤولية؟ لا، لازم نفوق ولازم نعرف إيه اللي لنا وإيه اللي علينا. النهاردة الشعب السوري وهو شعب صديق وهو في بلده الأول مصر، لما جالنا كان ربنا أعلم بظروفه الاقتصادية،
نجحوا ولا ما نجحوش؟ نجحوا. قدروا يعملوا محلات ومصانع وامتلكوا ولا ما امتلكوا؟ يبقى المشكله فين؟ في ارض مصر اللي شايلاك ولا في حضرتك وسلوكياتك؟ سلوكيات احنا محتاجين يا فندم ان احنا والاجتهاد الحقيقي نقوم ببعض. طبعا هقول لحضرتك على حاجه معلش يمكن حاجه خاصه بس خلينا ندلل بيها هو المجتمع رايح على فين. اتفضل. دايما احب اقعد احلل الطلبات اللي بتقدم لي عشان اشوف السلوك المجتمعي رايح على فين. بالظبط. لما الاقي كل موظف عاوز يهرب من المكان اللي فيه شغل ويروح لمكان الساعه 12 بيقفل ويمشي، وعاوز يروح المكان اللي فيه اعلى مرتب، طب احنا بهذه العقليه وهذه الترتيبه هنطلع لقدام؟ لا انسى، هنجيب شعب تاني هو اللي يشتغل لنا ويبنينا وياكلنا واحنا لا يا فندم. شعب مصر شعب عظيم، شعب مصر انا عارف ان هو تعرض لمخطط غير عادي لهدمه، بس الحمد لله اتلحق في الوقت المناسب. احنا اتحولنا انا اسف، وخلينا نتكلم بقى بالتفصيل، من جيل ابله فضيله لجيل ابله مش عاوز اكمل. طبعا لكن ازاي فعلا نقدر نبدل السلوكيات دي فعلا للنسبه الاكبر؟ ازاي منظومه متكامله؟ اولها الاعلام، القنوات الشريفه الوطنيه، لو سمحتوا نركز شويه ونرجع الانسان المصري تاني زي ما كنا. لما كان يتعرض علينا حضرتك زمان معلش برنامج نادي السينما، ونلاقي مقدمه البرنامج بتدينا جرعه ثقافيه قبل طبعا. فين الشعب المصري بقى كده؟ نفتقد كتير. فين المعلومات اللي احنا فيها وكنا بنشوفها مع ان كان عندنا قناتين؟ فالنهارده لما بيبقى عندي الكامل من القنوات ده انا اتغرب بالمنظر ده. تعليم طبعا. طبعا التعليم، مؤسسه الازهر والكنيسه المصريه يتحملوا الدور الوطني في هذا التوقيت عشان ولادنا ما يضيعوش مننا. انا بسال السواق اللي كان جايبني فبقول له، يقول لي الحكايه يعني الضغوط اللي احنا فيها. قلت له انت قادر تسيطر على اولادك في البيت؟ قال لي لا. قلت له طيب لما تقدر تسيطر على اولادك في البيت وتربيهم زي ما انت تربيت، ابقى تعالى راجعنا وقول لي الاخبار ايه. 100 مليون. طب خلونا نشوف جرافيك عن اهم محاور برنامج الحكومه الجديد، نرجع تاني نواصل هذا الحوار مع ضيوف الاعزاء. جدد الترحيب بحضراتكم ورجعينا مرة تانية لنقاش برنامج الحكومة، برنامج دكتور مصطفى مدبولي. برجع لحضرتك أستاذ عبد اللطيف، لو جينا خدنا جزئية الدين العام وما تستهدفه الحكومة بخفض هذا الدين وفوائده طبعا اللي هي يعني أسمى ظهرنا شوية إلى ما يصل إلى 90% أو 80% من الناتج المحلي، نقطة مهمة برضو عايزين نعلق. طبعا يعني طبعا هو تطرق وبشدة إلى هذه القضية، يمكن حضرتك لو تابعنا كلامه كويس هنلاقيه بنقول فيما يتعلق بتنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة موارد الدولة. زيادة موارد الدولة يمكن قال طبعا في موارد معروفة، في موارد سيادية، في الضرائب مثلا على سبيل المثال، يمكن هو قال زيادة موارد الدولة. البعض يتصور أن زيادة موارد الدولة معناها ضرائب، لا، هو ممكن تحسني كفاءة التحصيل فيزيد عندك موارد الدولة. صحيح. تقومي التهرب الضريبي يزيد عندك الحصيلة وما أكتره عندنا يعني. تضعي سياسة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، معناها يزود لك أيضا الموارد. كل دي إجراءات. طبعا هو بيستهدف أنه خفض الدين الحكومي إلى 90%
80% ثم إلى 80% بحلول العام 2021-2022 يعني من مع نهاية البرنامج. احنا عارفين دلوقتي ان الدين الحكومي عندنا اكتر من 100% تضربت الاراء احيانا 107-110-111 بس anyway طالما عندك القدرة على إدارة عجلة الاقتصاد تنشيط الاقتصاد كل ده ما بيبقاش يعني مهدد لك قوي. انت في دول بس بالمقارنة وبالاختلاف مثلا عندها الدين الحكومي 220% زي اليابان مثلا على سبيل المثال. أيوة. اليونان وصلت في وقت من الأوقات بس دي كانت كلها ديون خارجية 115% و120%. الوضع يختلف في ايه؟ يختلف هل لديك القدرة والإمكانيات على انك تسد هذا الدين؟ صحيح. نعم لأننا عندي أولا مجموعة من الإجراءات التي ستنعش الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. يبقى الرصد التنظيم ومن ثم التنفيذ دي من أهم النقاط. لسبب بسيط جدا. أنت دلوقتي مثلا على سبيل المثال سيادتك كنت بتستوردي ما يقرب من 7 مليار أو 8 مليار مواد بترولية منهم غاز طبيعي. أيوة. منهم بوتاجاز كنت طبعا احنا دخلنا تقريبا في مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. يعني بنهاية هذا العام ما بنستوردش بل من الممكن ان احنا نصدر في 2019. احنا في النقطة دي بنتكلم عن الامن الطاقة معلش. هنتقل لسيادة العميد. الامن القومي من اهم واخطر ما هو الركائز الموجودة. صحيح. طبعا في الدولة عشان كده زي ما قلنا جاء في مقدمة البرنامج الحكومي للدكتور مصطفى مدبولي عندنا امن طاقة عندنا امن غذائي امن مائي محاور كتير جدا. ايه اللي لفت انتباه حضرتك طبعا التركيز على ايه كان ايه اللي محتاجينه ايه اللي متوفر فعلا في البرنامج؟ يعني انا اللي نظري في البرنامج كله التخصصية اللي موجودة وان هو تقريبا غطى كل نقاط الوجع اللي عندنا. يعني ما هوش تقرير او برنامج نمطي استهلاكي. يعني انا ارى في المرة دي عن البيانات السابقة ان هو كان شوية بيقدر يركز في النقط اللي احنا محتاجينها واعتقد ان ده جه نتيجة تلامس الحكومة مع المشاكل الفعلية اللي بتواجه المواطن. ما دام وصلنا لمرحلة ان ما فيش فجوة ما بين متخذ القرار وما يحدث على ارض الواقع يبقى احنا كده ابتدينا ندخل على الطريق الصح. بنود او البند الاول حماية الامن القومي وسياسة مصر الخارجية لأن مصر ليها التزامات نحو الوطن العربي لأن الأمن المصري القومي مرتبط بالأمن الدول العربية المحيطة بينا. ناس بتسأل طب إيه إحنا إيه اللي دخلنا في ليبيا وليه بناخد موقف مع سوريا وليه كنا بنتحرك مع السودان؟ تمام لأن دي كلها حدود ودوائر الأمن القومي المصري في تعريفاته. في دايرة إقليمية دايرة إفريقية دايرة عربية دايرة دولية. لما ندخل على أمن المواطن إحنا طبعا كنا لسه بنتكلم مع حضرتك قبل البرنامج نقارن ولا إحنا بننسى في 12 و13 و11 لما كنا بنخاف ننزل بعد 10 بالليل للحاجة. النهاردة حضرتك الحمد لله ما كنت تشعر به من أمن وأمان قبل 2011 أعتقد وكتر. الحمد لله رجعوا بسرعة. النقطة الثانية الأمن المائي. في ناس كثيرة بقى اشتغلت على صفحات الفيسبوك بتتكلم عن سد النهضة وأثيوبيا واللي هيحصل. مصر لن تفرط في نقطة مياه من مياه النيل. ولكن هناك طرق دبلوماسية احنا شغالين عليها. مؤسسات الدولة كلها عندها المقدرة انها تنهي هذا الملف. ويمكن حضرتك اشرت في المقدمة قبل ما ندخل على الاجتماع اللي هيحصل الثلاثي فيما يخص كمان محور بناء الانسان. انا شايفه انه من المحاور المهمة وفي شغل كتير. انا كنت بتكلم فيه بقى في قبل ما نطلع الفاصل وهو ازاي نرجع للمصري ثقته بنفسه. ازاي ترجع مصر زي ما كانت فترة الاربعينات الدول بتيجي تقترض مننا؟ هو ده ينفع؟ ينفع لان التاريخ كله بيقول كده. انت في يوم من الايام خزائن الارض بالكامل كانت عندك جوه مصر. سياسة العالم كانت بتدار من مصر. مصر قوية وهم اللي بيخططوا ضدنا فاهمين وعارفين كده كويس. وإلا ما كانوش خططوا عملوا كل الألعاب والحيل دي. وخلي بال حضرتك كل ما هنقرب من نجاحنا وان احنا نسخ في انفسنا هتلاقي الضرب يزيد. طبعا. ولكن ضرب يائس. انا بقول لهم رساله منتهيه انسوا اللي كنتوا بتخططوا له على مدى 30-40 سنه بفضل الله سبحانه وتعالى خلال سنه اتقلب عليكم. انسوا مصر مش هترجع خطوه لورا.
الحمد لله فترة يعني الأشدة احنا كده عديناها على خير، هندخل في مرحلة جني الثمار. ولكن أرجو من الشعب المصري، أنا عارف وأنا مواطن مصري قبل ما أكون نائب وعايش وسط الناس في الشارع ومتلامس مع الناس في الشارع وعارف مدى المعاناة اللي بيعانوها، وعارف يعني أب يبقى ماشي واخد ابنه في إيديه ونفسه ابنه يجيب حاجة وهو ممكن مش قادر يلبيها له، إنما خلاص احنا عدينا المرحلة دي، احنا عاوزين نلتزم. أيوة. كل واحد من يعني كل مواطن مصري يلتزم في عمله، حضرتك تجيدي في عملك اكتر واكتر، المواطن اللي شغال في الصحه يجيد عمله اكتر واكتر. النهارده ما انا اشرت ان العمل هو الحل، ممكن نكون شعار المرحله اللي احنا فيها حاليا، هو اللي هيوفر لنا سيوله ماليه، هو اللي هيخفض لنا نسبه العجز، هو اللي هيرفع لنا خدمات الصحه، هو اللي هيخلينا نصرف على التعليم وخلي تعليم محترم. اول حاجه اساسها فلوس، الفلوس دي اللي هيجيبها الشغل والانتاج والضمير. للاسف احيانا كتير بنفتقد لها. يعني خلينا اقول لحضرتك فيما يخص الضمير، لان احنا كان عندنا تجربة في البرلمان من شهرين، احنا ربنا وفقنا وعملنا قانون يمكن ما تسلطش عليه الضوء جامد، اللي هو قانون حماية المستهلك. قانون حماية المستهلك احنا أول مرة ننزل عقوبات سالبة للحرية في قانون اقتصادي. عظيم. وكان في تخوف إن المستثمر يهرب، قلت لهم يهرب، اللي عاوز يطلع برانا، أنا عاوز المستثمر الجد النزيه اللي هو خايف على اقتصاد بلدي، لأن هذا المستثمر لما بيسافر في أي حتة بره بيلتزم بالقوانين المنظمة للعمل، بيحترم صحة المواطن. فقلنا في رسالة كده من خلال هذا القانون وصلنا عقوبات توصل للمؤبد، وهذا قانون بتجهز اللائحة التنفيذية في رئاسة مجلس الوزراء ليه. تمام، قلنا لا اقتصاد مصر أصبح مستباح ولا صحة المصريين أصبحت مستباحة بعد ما كان في قوانين شرعت فيما مضى بتفتح الباب للاحتكار مش بتسد الاحتكار، مكنت بعض رجال الأعمال انهم يتحكموا في السوق المصري ويطلعوا وينزلوا في الأسعار زي ما هم عاوزين، عشان دي نقطة تهم السادة المواطنين، هل في مجابهة الأسعار؟ لا في مجابهة الأسعار. عظيم جدا. واللي مش هيحترم الشعب المصري في هذا المجال السجن في انتظاره. مهم جدا ان الشعب المصري فعلا يحترم، والحمد لله ان عندنا نواب زي حضرتك طبعا بيدعموا ده دايما وبيهتموا بده وبيكونوا على تماس على طول بمشاكل ومعاناه اي مواطن وبيمثلوا خير تمثيل في البرلمان. حقيقه لما كنا صغيرين كنا نعمل حاجه غلط، كان امنا اللي هي المفروض اكتر حد بيخاف علينا وبيحبنا او والدنا بيعاقبنا عقاب قاسي. العقاب القاسي ده في وقتها كنا نزعل وممكن في لحظه لاننا اطفال نكره الأب أو الأم، لما كبرنا عرفنا قد إيه كان العقاب ده مهم جدا وقد إيه كان ده بناء لينا ولمصلحتنا، وبنتمنى إنه كان دايما يكونوا بيسيروا بهذا النهج معنا. ويمكن اللي ما لقاش عقاب كان زعلان من أهله إنه أهله ما كانوش بيحاسبوه، فطلع فعلا لأنه عرف قيمة العقاب وبيحسد اللي كانوا أهله بيحاسبوه وهو صغير عشان يبقى أحسن. ده اللي النهارده لازم نفهمه، إن إحنا كل ما اشتغلنا كل ما بقى عندنا ضمير في عملنا أحيانا بتكون في إجراءات قاسية بتكون في الاخر لمصلحتنا، عشان احنا زي ما بنقول ما نتدلعش ما نتهونش ونفضل قاعدين ونقول كل حاجه سهله ميسره متوفره. لا، بلدنا محتاجانا نشتغل، بلدنا محتاجانا نكون عندنا ضمير وطنيه وحب ليها زي ما بنحب اولادنا بالظبط، نحب بلدنا، ده اللي مطلوب وده اللي المفروض يكون في المرحله القادمه، يكون عندنا رغبه في العمل الحقيقي وضمير حقيقي، ونخاف على بعضينا بقى ونرجع المصري الاصيل والصفات اللي كل الناس بتحسد المصريين عليها كتير جدا، وده بنسمعه وبنشاهده لما بيجي الاشقاء من كل دول العالم يزورونا. بكده بتنتهي الفقره دي، حاولنا نسلط فيها الضوء على أهم محاور البرنامج الحكومة الجديد اللي بنتمنى كل التوفيق لجميع الوزراء وعلى رأسهم دكتور مصطفى مدبولي في تطبيقه. بشكر طبعا سيادة العميد أشرف جمال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، كمان بشكر أستاذ عبد اللطيف وهبة الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. بعد الفصل هنحتفل بثلاثة من خريجي أول دفعة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، يا ترى إيه اللي تعلموه بالضبط في هذا الصرح العلمي الكبير، وكمان هيقدروا ازاي يحققوا اللي تعلموه ده والحلم اللي بيحلموه في هذه المؤسسة على أرض الواقع. طبعا مؤسسة كبيرة للدكتور أحمد زويل رحمه الله، كان أهدافه فيها أن تتسلح مصر بالعلم والتكنولوجيا. إيه الخطط لتطبيق كل اللي تعلموا الطلاب في هذا الصرح؟ ده اللي هنفهمه إن شاء الله من ضيوفنا. خليكم معنا بعد الفاصل.
بالترحيب بحضراتكم في آخر فقرتنا الحوارية من رأي عام. 18 سنة عدت على حلم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل بإنشاء مدينة علمية بتسهم في تطوير العملية العلمية بشكل حقيقي في مصر وكمان في الوطن العربي. قبل أيام قليلة شهدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تخريج أول دفعة من طلاب المدينة، دفعة ضمت 250 طالب من شعبتي الهندسة والعلوم، واللي نجحوا طول مدة دراستهم واللي هي 5 سنين في تسجيل أكثر من 552 بحث في مجالات عالمية وإقليمية وأكثر من 12 براءة اختراع في مجالي العلوم والتكنولوجيا. حوارنا النهاردة هيكون مع مجموعة من هؤلاء الخريجين. يا ترى إزاي قدرت السنوات دي، سنوات الدراسة في وسط معامل بحثية ومناهج علمية بمواصفات مختلفة، إزاي أثرت عليهم وعلى منهجهم وأهدافهم اللي في دماغهم، إزاي هيكملوا حلم الراحل دكتور أحمد زويل سواء كان بالتخصص في النانو تكنولوجي أو في مشروعات الطاقة الشمسية، كمان إزاي هيقدروا يطبقوا اللي درسوه بشكل عملي وحقيقي واقعي على أرض الواقع، اللي قدروا يستفيدوه من هذا الصرح الكبير وإيه اللي بيتميز به الصرح ده قدر يخليهم مختلفين عن غيرهم. كل الأسئلة دي أكيد هنسمع إجابتها من ضيوف الأعزاء. برحب بطلاب هذا الصرح العلمي الكبير، برحب بمحمد طارق الطالب الأول على دفعة زويل الأولى للعلوم. أهلا بك يا محمد. كمان برحب بنوران طارق صلاح خريجة مدينة زويل، وبحازم صلاح الدين خريج مدينة زويل. مرحب بحضراتكم. هنشوف تقرير كده عن هذا الصرح العلمي الكبير، نرجع تاني نفتح الحوار. بعد 18 عاما مرت على حلم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل بإنشاء مدينة علمية تسهم في تطوير العملية العلمية في مصر والوطن العربي، تحقق أخيراً بتخرج 250 طالباً من شعبتي الهندسة والعلوم بعد رحيله منذ ما يقرب من عامين. قبل أيام احتفلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة 2017-2018 من شعبتي الهندسة والعلوم، واستطاعت في سنوات قليلة من خلال طلابها المتميزين تسجيل أكثر من 552 بحثاً علمياً في مجلات عالمية وإقليمية و12 براءة اختراع في مجالي العلوم والتكنولوجيا. وتعمل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا التي شرع صاحب نوبل في الكيمياء في وضع حجر أساسها عام 2000 على إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات العصر الملحة والتصدي لها باستراتيجية بناءة تتوافق مع خطة رؤية 2030 لكي تخلق جيلاً قادراً على إيجاد حلول لكل التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع المصري من خلال ربط مناهج البحث العلمي في العملية التطبيقية. وحصل الخريجون على مدار دراستهم على العديد من الجوائز، وعلى رأسها ابتكار فلتر مياه لتنظيفها وتنقيتها من نسب الحديد العالية، خاصة مياه الواحات البحرية، وجائزة في مسابقة عالمية للابتكارات بدولة ماليزيا عن روبوت كاشف للألغام، وغيرها من الجوائز التي تعود إلى أن مدينة زويل تختلف تماماً عن الجامعات الأخرى من حيث الدراسة والثقافة، فالمناهج الدراسية مصممة بعناية لإعداد خريجين قادرين على مواجهة التحديات الملحة في منطقتنا والتصدي لها، مما جعلها في مصاف الجامعات التي يتهافت عليها الطلاب. إنما نحتاجه اليوم هو النهضة التي تعود بالمجد وتضيء المستقبل. ما نحتاجه اليوم هو ثورة في المعرفة والإنتاج لبناء مصر الحديثة. رحم الله دكتور أحمد زويل هذا العالم الرائع اللي مثل طبعا برضو مثل مصر أعظم وأجمل تمثيل. دايما بنكون فخورين زي ما بنقول بكل من يمثلنا سواء كان في الداخل أو الخارج، تمثيل جيد بيكون صورة رائعة لمصر، وكمان معنا صورة رائعة لكن على أصغر شباب بقى، جيل المستقبل إن شاء الله اللي هيعملوا بصمة كمان ويشرفونا بإذن الله بأبحاثهم وبأفكارهم
بأفكارهم العلمية المتميزة والمختلفة. بجد الترحيب طبعا بيكو. خلوني أبتدي مع محمد. عايز أعرف كل حد فيكم بتمثله إيه مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أثرت فيه إزاي؟ خلونا نبتدي بمحمد. هو الصراحة مدينة يعني مختلفة عن الجامعات التانية، يعني أنا خصوصا أن أنا كنت في جامعة القاهرة أوريدي وقضيت فيها سنة أول سنة وبعد كده سبتها ورحت لمدينة زويل. إزاي بقى القرار ده جه؟ بالظبط، يعني هو كان في سببين رئيسيين. أول حاجة هي رؤية المدينة مختلفة، الأقسام والتخصصات مختلفة جدا عن أي مكان تاني في مصر. رحت بنفسك طبعا اطلعت على الوضع قبل ما تاخد القرار؟ بالظبط، أشوف التقديم إزاي والأقسام اللي موجودة هتبقى إيه وكل ده. وكنت محدد القسم اللي انا كنت عايزه من الاول خالص. وبناء عليه خدت قرار ان انا اخش القسم دوت مختلف، هدرس حاجه مختلفه. ده سبب. في سبب تاني برضو ان هي مهتمه قوي بالبحث العلمي، يعني وفي موارد نقدر يعني بناء عليها نهتم بالبحث العلمي ونعمل ابحاث غير الجامعات التانيه. يعني ممكن الجامعات التانيه غصب عنها ما فيش موارد كافيه ان احنا نتبنى البحث العلمي ونكمل في الابحاث، انما مدينه زويل بالنسبه لعدد الافراد اللي فيها من 1000 ل 1500 طالب، دول الخمس دفعات كلهم مغطيه كل الامكانيات. بالظبط، نقدر يبقى بسهوله في امكانيات وفي ابحاث علميه كويسه. على غرار بقى بعض الجامعات الحكوميه بيبقى الدفعه الواحده بس 10000 طالب، فالموضوع احنا شايفين صورتك على الهواء وصوره التخرج دي، صحيح؟ صح. بالظبط، هي والدي ووالدتي واختي. بصراحة أنا عايز أشكرهم جدا، يعني طبعا أكيد بيبقوا الدعم الأول والأخير، يعني مفيش أكتر من الأهل. قد إيه ساعدوك؟ أحكي لي كمان وقفوا جنبك إزاي وساعدوك إزاي في يعني مسيرتك العلمية؟ هم الصراحة هم اللي بيوفروا لي كل حاجة في البيت، جو البيت كل حاجة ميسرة لي أي حاجة. أنت شايف يا محمد إن الأهل ليهم دور كبير، يعني جدا. من غيرهم يمكن الطالب يبقى عنده موهبة وعلم وذكاء، لكن من غير الدعم ده مش هيقدر يقدم. بالظبط، ده لازم البيئة المحيطة تكون مساعدة. بالظبط، لازم لازم ويحاولوا يوفروا له كل حاجه ما دام هم شايفين انه كويس وبيعمل اللي عليه، يعني لا يوفروا له كل حاجه ولازم يبقى في نتيجه في الاخر. تمام. نسمع منك يا نوران، يعني طبعا اسمك زي اسمي، مدينه زويل بتقدم لك ايه؟ حسيتي ازاي انك اتغيرتي خلال الخمس سنين العلميه اللي قضيتيها؟ هو الفكره في البدايه ان دكتور احمد زويل الله يرحمه كان يعتبر رول موديل لينا كلنا من واحنا صغيرين، من ايام لما احنا كنا صغيرين كنا بنشوف الدكتور احمد زويل اللي عمل انجاز كبير وخد جائزه نوبل. فانا بالنسبه لي لما كنت في ثانوي عامه اول ما سمعت فكره ان في جامعه دكتور احمد زويل هو اللي عاملها وعايز يتبنى فيها فكره البحث العلمي، ده كانت اول حاجه خلت انتباهي تركز ناحيه الموضوع، الجامعه دي بتعمل ايه، بيعملوا ايه. فانا اكيد اهلك برضو ساعدوكي وكانوا معاكي طبعاً في الموضوع. طبعا او اصلا كان في الاول كان في قلق كبير من الاهالي انه ان الجامعه جديده وكده، بس انا اهلي كانوا سبورتيف جدا الحقيقه. وبعدين حتى بعد ما اداره الجامعه قعدت مع الاهالي كلهم في اول سنه، حتى حازم وطارق اكيد فاكرين ده، قعدوا معاهم وقالوا لهم احنا ناويين نعمل كذا وطمنوهم، ويعني اهلي ربنا يخليهم لي. عظيم جدا. وانت يا حازم؟ انا في البدايه اصلا ما كنتش من هنا، من اهل اكتوبر او من القاهره، يعني انا من المحله. عظيم، احسن ناس. بعد ثانويه عامه قدمت عادي على زويل، بعد كده الامتحانات او غيرها. يعني كنت انا جاي من البدايه كنت حابب الطاقه المتجدده او ازاي ابدا اشوف مصدر تاني من مصادر الطاقه يعني اللي موجوده. فشدني القسم بتاعها وكملت. انا لسه لغايه دلوقتي شغال في الطاقه المتجدده. في موضوع اهلي، ففي البدايه اصلا ان انا كنت انا الولد اللي في العيله، يعني احنا اثنين بس، فطبعا ان انا ابعد عنهم ده كان شيء طبعا كبير مش سهل. فالسبورت بتاعهم في حاجه زي كده، هم كانوا حابين ان يبقى في حاجه مختلفه، يعني هم كانوا شايفين ان ده كويس. يعني ده كان السبب الاول ان اجي زويل يعني. تمام. وده ادى بعد كده ان انا كملت في الطاقه المتجدده، وده ادى في الاخر ان انا فتحت شركه شغاله في الطاقه الشمسيه. يعني عظيم جدا، يعني قدمت لك كتير. قد ايه اتغير؟ يعني ايه الدعم، ايه اللي خارج المختلف عن بقيه الاكاديميات او الجامعات؟ يعني اعتقد هي البيئه اللي انت بتبقي قاعده فيها، يعني البيئه نفسها الخمس سنين اللي انت بتبقي قاعده فيهم هي الجامعه، مش المدينه بقى مدينه زويل يعني. هي مش مجرد ان احنا قاعدين في الجامعه بناخد مواد او بنبقى حاجه زي كده، لا، البيئه نفسها، الناس اللي حواليكي، دكاتره نفسهم اللي كانوا موجودين من بره، الناس كلها، في ناس جنبك الريسيرشرز اللي كانوا موجودين اللي بيعملوا ابحاث، احنا نفسنا سواء انا او سواء نوران او سواء طارق دخلنا في ابحاث واحنا اندر جراد يعني سنه ثانيه، ده بيفرق طبعا مع اللي بيشتغل في البحث. يعني بتتعاملي مع ناس اكبر بدل. فبتبداي اكبر في العلم يعني. ايوه طبعا. فبتبداي تتعاملي معاهم من انك برضه كويسه او بتحاولي تقربي منهم. وبيدخلوكي في مجال ريسيرش، وزي ما طارق كان اتكلم في المعامل المجهزه اللي انت بتشتغلي فيها والبروجكتات بتاعه المواد، بتلاقي كل ماده بتلاقي فيها مشروع في الاخر لازم تعمليه،
النتيجة كانت هايلة، مجموعة من المشاريع البحثية الجميلة هنتكلم عنها طبعا دلوقتي، وسعادة بالمشاريع دي. محمد قلت لي مشروعك تحويل اللغة اللي بنتكلمها لكتابة، بالضبط كده. ازاي بقى اشرح لنا اكتر؟ بالضبط، يعني انا دلوقتي الكلام اللي انا بتكلمه سواء مثلا مكالمة تليفونية، انا مثلا صحفي هعمل مؤتمر صحفي مع حد على التليفون بس، فانا بسجل المكالمة وبناء على الصحفي بيسمعه تاني فبيكتبه بايده تاني وبعد كده بيحطه في الجورنال. لا انا اوفر عليه كل ده، لا انا اخلي المشروع بتاعي عباره عن ابلكيشن بس على الموبايل، يدخل عليه تسجيل المكالمه دوت فيطلع له السكريبت بتاع كل اوتوماتيك لكلام مكتوب. فيبقى الموضوع اسهل بكتير، هيوفر كتير طبعا. انت انجزت ولا شغال فيه؟ اوريدي بنطور عليه اكتر واكتر ووصلنا لنتائج كويسه جدا، دقه كويسه قوي، يعني بيطلع قريب جدا من الكلام اللي بيتقال يعني. ممتاز، يعني لسه قدامك عشان تفنش. طبعا لا محتاجين تطوير شويه، لسه شغال عليه اكتر. يا رب يوفقك يا رب. كلمتيني يا نوران بحث المشروع عن الصرف الصحي، ودي فكره ممتازه جدا مهمه برضو، اشرح لنا اكتر. طيب هو الفكره في الاول، انا طبعا قسم هندسه بيئيه، فاحنا الفكره ان احنا بنشوف ايه اكتر المشاكل اللي بتطش حياه الناس وعندهم مشاكل فيها حقيقيه ونحاول ان احنا نحلها لهم. فكانت اول مشكله بالنسبه لنا فكرنا فيها هي مشكله المياه. ان في قرى كتير واماكن كتير حوالين مصر بتعاني ان هي مش واصل لها الانفراستراكشر بتاعه الصرف بتاعه الصرف الصحي، فهم ما فيش طريقه صحيه او كويسه يقدروا يتخلصوا من الصرف بتاعهم بطريقه كويسه، ده بيؤدي لامراض كتير طبعا. فاحنا فكره البروجكت بتاعنا ان احنا عايزين نعمل سيستم صغير ديسنترلايز سيستم، بمعنى ان احنا بدل ما نعمل محطات معالجه كبيره هنعمل سيستم صغير تقدر كل بيت او كل عماره تحطه تعالج بيها الصرف الصحي بتاعها، والميه اللي طالعه يسقوا بيها كمان الجنينه عندهم مثلا او اي حاجه. ممتاز، بالظبط. فاحنا بدل ما نصرف فلوس على الانفراستراكشر عشان نوصلها للقرى اللي بعيد او ان احنا نقدر او ان احنا نهد اوريدي الانفراستراكشر اللي موجوده، لا احنا بنديفلوب على الانفراستراكشر اللي موجوده حاليا من احنا نحط السيستمز دي، فاحنا بنخلي حياه الناس احسن بطريقه ذاتيه. انا بوفر عندي بالزبط. في البيت الاداه اللي ممكن تعمل لي ده، تصفي لي الميه وكمان استفيد منها في اني اروي الاراضي الزراعيه. فكره جميله جدا. حازم قلت لي كمان مشروعك عن الطاقه ولا؟ يعني لو مشاريع تخرج فمشروع التخرج بتاعي مختلف. ايوه، فده بحث، يعني اتنين بحثين يعني. تمام. فالمشروع بتاعنا كان في اخر سنه كان على حاجه اسمها الالف سيلوز، ان احنا بنستخرج الف سيلوز من مخلفات زراعيه. مصر بتستورد كميه من الالف سيلوز كل سنه يعني، فاحنا كنا بنحاول نستخرج الف سيلوز ده من مخلفات زراعيه موجوده في مصر، وفعلا قدرتوا تنجحوا فيه. اما الجزء الثاني اللي هو رينايل. طب صحيح يا المشاهدين، احنا ممكن ما نبقاش عارفين اصلا الالفا سيلوز. الالفا سيلوز ده مركب بيخش في صناعه حاجه اسمها نيتر سيلوز، بيخش بقى في صناعه البويات، بيخش في صناعه الحاجات اللي بتخش في الاحبار او غيرها يعني. تمام. رينايل بقى الجزء الثاني ده شغال في الطاقه الشمسيه وخدمات البيئه لمزارع السمك. ده برضو قايم على ريسيرش يعني. رينايل عندها بيتنت في الطاقه الشمسيه في الطريقه بتاعه تراكنج سيستم، اللي هو ازاي الخلايا بتبدا تتبع الشمس يعني. وهي بتشتغل حاليا، هي شركه بقى لها من شهر 11 يعني. بتبدا تشتغل سواء ان هي بتولد كهرباء للبيوت عشان تبعد خالص عن الشبكه، او سواء ان هي تبدا الناس تبدا تبيع كهرباء للحكومه نفسها عشان يقللوا من الفلوس اللي بيدفعوها او يقللوا من الفواتير اللي بيدفعوها اصلا بتاعه الكهرباء، او حد في الصحراء عايز يطلع الكهرباء بتاعته. والحته الاكثر شويه برضو في الجزء بتاع الطاقه الشمسيه هي البامبنج، اللي هو الفلاحين اراضي الاستصلاح. تمام. بيحتاجوا ان هم يطلعوا ميه من الابار عشان يروا بيها الاراضي الزراعيه وكده، فده الجزء شغاله فيه ان هي ازاي تخرج الميه من الاراضي الزراعيه لجزء ابار يعني. برضو لسه شغالين عليها ولا لا؟ خلص ده تمام، دي شركه كده موجوده والكلام ده بيتنفذ. ممتاز يعني. افكار في منتهى الروعه بصراحه وعمليه فعلا يعني، بنحتاجها على ارض الواقع. ارجع لك محمد، ايه طموحك وايه اللي ناوي تعمله ان شاء الله بعد التخرج؟ هو يعني انا مؤمن بحاجه مهمه قوي يعني. انا عشان هو الناس متوقعين ان احنا هنبقى نواة كويسة جدا لمصر وان احنا نقدر نفيدها. اكيد ده اكيد ان شاء الله باذن الله. احنا 300 واحد بس، عدد صغير، بس احنا نقدر ننشر بس فكرة البحث العلمي يعني. احنا نقول للناس البحث العلمي مهم، فنقدر ننشر الفكرة دي. ده يتعمل ازاي؟ عن طريق ان احنا نتكلم اكتر، زي ما انا قاعد مع حضرتك دلوقتي مثلا. الناس تشوف ده مهم، بيطلعوا تطبيقات مهمة هنفيد الناس بجد. تمام.
وتشجع كمان الطلاب الآخرين أنهم ياخدوا خطوات، اللي عنده فعلا بذرة يقدر يعمل بحث علمي، يقدر يفكر بره الحاجات اللي ممكن تنفع البلد، بره الحاجات المعتادة يعني، تشجعهم أنهم فعلا برضو ينضموا للمدينة ويتعلموا أكتر ويستوعبوا أكتر. بالظبط، مادام في إمكانيات حقيقية. بالظبط كده، بالظبط، وده على أرض الواقع. بس في حاجة مهمة، إحنا بعد التخرج إحنا 300 واحد، بس إحنا لازم نبني نفسنا كويس قوي الأول، بحيث ان احنا نقدر نفيد البلد بجد، يبقى عندنا خبرة اكتر، يبقى عندنا ريسيرش اكتر. فاحنا مش غلط ابدا ان احنا نطلع بره نستفيد بره من ماجستير او دكتوراه، ونبني نفسنا اكتر ونقدر نرجع نبقى احسن ونقدر نفيد البلد بجد. عظيم جدا. احنا خبرتنا صغيره بس محتاجين تبقى احسن عشان نفيد البلد اكتر. طب انت اول دفعتك يا محمد، طبعا في تصور وخيال دايما عند اكتر الناس انه اول الدفعه الشاطر المتفوق بقى اللي بنضاره زيك كده، واللي حياته كلها دحيح بقى وورق وكتابه وقلم وما بيشوفش اي حاجه غير الكلام ده، هل ده حقيقي على ارض الواقع ولا برضه زي الناس بتروح ممكن تروح السينما ممكن تتفسح يعني. ما لازم يعني بني ادم يعني لازم يلعب ويتفسح ويخرج لكن مسألة ممكن التنظيم اللي بتفرق يعني لو طالب فعلا نفسه يتفوق بس هو بيحب الحاجات دي بيحب يقضي وقت اللي جميل تنصحه بايه بالظبط يعني اللي بيفرق ان انا الحاجه اللي المفروض اعملها لازم اعملها واعملها بجد اعملها ما بضمير ما تاجلهاش يعني بالزبط. نعمل الجد وبعد كده نهزر براحتنا بالظبط كده الشغل نعمله صح ما ينفعش اقول انا كنت المفروض اعمل كذا لا الجمله دي المفروض ما تجيش لا انا طالما كنت المفروض يبقى اعملها يعني عندي واجب باديه على اكمل وجه بالظبط كده وبعد كده بقولش ان انا اجازي حتى يعني اعتبر نفسي بكافئ نفسي على التعب اللي انا تعبته بالظبط ما اقولش ما الومش نفسي ان انا ما عملتش حاجه دي اهم حاجه ننظم وقتنا وتفكيرنا ونبتدي بايه الاهم فالاهم مش نبتدي بالحاجات الترفيهيه الاول كمان نوران عايز اعرف طموحاتك ناويه على ايه بعد التخرج تحلمي بايه هو انا هتكلم عن حلمي مثلا كمان 10 سنين وهقول قبليها ايه اللي انا بفكر ان احنا ده يعني اوصل له ازاي انا نفسي ان انا مثلا في خلال 10 سنين ان انا اقدر اوصل لبوزيشن معين كويس في البلد ان انا نقدر ندخل في سياسات الدوله الجديده فكره البحث العلمي ايه الكلام الكبير ده سياسات الدوله كده يا رب ان شاء الله يا رب قولي لي ازاي بقى بمعنى ان انا هحاول الفتره الجايه ان انا طبعا زي ما طارق قال ان احنا الواحد يقدر يشتغل اكتر في الفيلد بتاع البحث العلمي انا عن نفسي عايزه اركز اكتر في السكه بتاعه معالجه المياه وتحليه المياه لان ده هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا في مصر خلال الفتره الجايه بسبب المياه وشايفه ان البحث العلمي لو دخل في اطار السياسات عامه وفي وضع استراتيجيات الدوله ده هيأثر جامد جدا هنقدر فعلا نشوف الافكار البحثيه الجديده اللي موجوده بتتطبق بدل ما هي موجوده ورق في المكاتب انت شايف ان ده سهل ولا في تحدي ان نحقق ده لا طبعا في تحدي بس ان شاء الله انا مؤمنه ان زي ما في طلبه زينا طبعا. ان شاء الله وزي زمايلي اللي انا قضيت معاهم 5 سنين واللي انا فعلا فخوره ان انا جزء منهم ان شاء الله في امل يعني واحنا كمان اكيد فخورين بيكم بافكاركم في طموحات كده فعلا شباب يفرح حازم انا ممكن اجمع كلام محمد ونوران يعني في ربط البحث بالصناعه طيب. ازاي الابحاث او الحاجات الموجوده احنا عندنا باحثين كتير جدا في مصر مش بس في زويل في جامعات تانية كتير يعني وعندنا مصانع كتيرة جدا في مصر حقيقي يا مكترها لو الاثنين لما يجي يتربط الصناعه بالبحث العلمي ده بقى يبدا يطلع منتجات افضل احنا بدل ما هنبدا نستورد او هنبدا نجيب حاجه لا نبدا نصنعها نبدا نطور اللي عندنا تطوير الصناعه نفسه ده هو الشيء الاساسي يعني فدخول سياسه البحث والتطوير جوه المصانع جوه مؤسسات الحكومه نفسها هو ده اللي هيبدا يعدل الموضوع شويه فكره تحفه برضو قد ايه مش قادره اوصف لكم قد ايه انا فخوره بيكم واكيد كل المشاهدين اللي تابعوا الفقره دي فخورين بيكم ان نحس انه في شباب لسه نوعا ما صغير يا دوب لسه بيتخرج من الجامعه لكن نيجي نشوف الدماغ تقيله يعني بتبص لحاجات كبيره فعلا ولا وناويين وباراده مش كلام كده وخلاص ده بيخلينا فعلا مطمئنين الجميع يعني سواء كان الاهالي اولياء الامور او حتى الشباب اللي زملاء او في اعمار حضراتكم يعني مطمئنين ان احنا هنقدر نعمل حاجه في المستقبل وهننجح وهنتقدم بإذن الله بشكركم جزيل الشكر شكرا يا محمد طارق الطالب الأول على دفعة زويل الأولى العلوم كمان نوران طارق صلاح وحازم صلاح الدين خريجي مدينة زويل بتمنى لكم كل التوفيق يا رب في حياتكم وفي مسيرتكم العلمية والبحثية كمان بشكر كل اللي تابع حلقتنا النهاردة من رأي عام بكرة في نفس الميعاد بإذن الله حلقة جديدة إلى اللقاء